يا راجل، تجارة ايه اللي عاملها وتوسع فيها؟ خلاص يا اسحاج، العمر ما بقاش فيه. انا افتكرتك هتقول لي تعالى نسهر سهرة حلوة من بتوع زمان، ولا انت خلاص كبرت وناوي تترهبن؟ ها؟ لا بقول لك ايه رايك لو نسافر لبنان؟ ايوه، بلد جميله وحلوه واهلها ناس طيبين. ايوه بقول لك ايه، اهل لبنان يدوروا على السعاده بمنجاش، مش احنا ندور على النكد. ليلة مطينة على دماغك. اقفل، لحسن الظهر النكد بينط ويفط نيلك. سلام يا اخوي، سلام. هو انا مش قلت 100 مرة محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمة ولا معون الا ما يشاورني ويستاذن الاول؟ يوه، جعانة اموت من الجوع يعني؟ ولا كل ما نفسي تهفني على لقمة لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخدي الاذن يا تموتي. اها، تفكرات كيا ميغا بلاص، مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا دي مش عيشة، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي، عايش معززة مكرمة ست الستات. ده البيت ده يا ساتر، بتعدوا على الواحد اللقمة؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه؟ حصل يا جبريل؟ مفيش، حوارات حريم واطية، مالكش صالح انت. الحقني يا عمي، عايزة تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت، احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبريل؟ على رأيك، حتى الكلام خسارة فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيدي مين؟ انا ان كان علي عايز اروح للحكيم النهارده قبل بكره عشان تبطلي ظلم وافترى. مش كده يا نادي؟ عيب. العيب عندي، امال ايه؟ بس انا عارفه انت بتكرهيني ليه، عارفه انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسة؟ عشان عمتي كريمه طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عم عبد الله وانت كده. طب ورحمه امك؟ لا ناس تمشي على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. يا جبريه مش كده. شاهد يا عمي عشان بعد كده ما حدش يلومني. البنت دي لازم تتطلق. حاضر. لا، مش زي كل نوبه. شوف مروان فين، خدوا على المأذون يطلقها وما تباتش الليلة في البيت. أقول لك أنا هطخها طلقة، أجيب أجلها وندفنها هنا في البيت، ولا من شف ولا من دير. يا ريت. أنت بتتفرج عليا؟ أنت عايز إيه السعادة؟ عايز أشوف وادلي الكبير اللي هيبقى مسؤول عن العيلة بعدك، ولا أنت معيش؟ دي ما بقالهاش سنة يا جبرية. كان زمانها حبلت وولدت وحبلت تاني. ما بتحبهاش يا جبرية؟ أحبها لما تجيب لي الواد. ماشي، أنا هاخدها للدكتور. خسارة الفلوس، ملفولة باينة. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ يتجوز غيرها وبيت تكون نجوت إيدي، إن ما حبلت من أول أسبوع ما بقاش أنا. ماشي، خدي رأي مروان، إيه؟ ولو وافق يتجوز إن شاء الله 4، ما عنديش مانع. عايزة حاجة تاني؟ عملت إيه في موضوع عبد الله؟ موضوع إيه؟ ليه يا عبد الحكيم عاوز تموتني نقص عمر؟ خبر إيه؟ ولا أنت مستني كريمة وبناتها يحطوا علينا، يقولوا لنا فين اللي لينا ويقعدوا يحاسبونا؟ أنت يا ولية مخك ده ما بيهمتش. اسمع كلامي، انا عارفه مرت اخوك دي مستنيه اليوم اللي تيجي تقول لنا فيه
انا ليا كد اللي ليكوا 10 مرات. ما تقدرش، انا واخويا متفقين. صح انتوا متفقين، لكن هي عجربة والعينة اهي قدامك. نادية دي مش بنت اخوها؟ شوف لسانها ترد عليا الكلمة بكلمتها، تتكلم بالعين والحاجب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي صممت تتجوزها مروان، وانا كنت اقول لا، قلبي كان حاسس باللي هيحصل. انت رايح فين؟ عندي معاد مع اسحاق، لكن تراعي حالك ومالك. لا مفيش. شوف يا جبريه، المال مالي والتجاره بتاعتي، ومحدش له عندي حاجه. صح، بس كل حاجه لازم تكون بالورقه والقلم. كله مكتوب بالورقه والقلم. طب ما تقول لي عشان افرح وادعي لك بدل ما ادعي عليك. ادعي لي، ادعي لي لمئة سنه جايه، كل حاجه عندي. خلاص ايه، خلاص يا ام الرجاله. يلا يا مري، هو ناوي يعيش 100 سنه جايه؟ تقابل عزت؟ ليه؟ كده هو بتقولها لي في وشي من غير خشة، وفي وقت ازاي ده هتعمليه؟ هو كان بقيت عيلتنا؟ يا ماما انا وهو متفقين على الجواز. متفقين على ايه يا برده انت؟ يا بنت هو كان جالنا والعبرنا، ولا قاعد مع ابوكي وياخد ويدي معاه في الكلام، وابوكي يعرف ميته ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا اللي قلت له مش وقته. ليه يا حبيبتي؟ مش هنلاقي لجهازك؟ مفيش فلوس للجهاز؟ تعبيت يا بنت. يا ماما اصل هي يعني ست شهد لسه مش عارفه حقيقه مشاعرها اتجاهه. مش ايه مشاعر ايه؟ حقيقه مشاعرها يا ماما. مشاعرها. طب وحياه مشاعرك يا اختي، لا انت داخله اوضتك ومفيش خروج. يا ماما ايه؟ قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج؟ امشي على اوضتك. يا ماما ما ينفعش كده، انا اديته ميعاد وما ينفعش اتاخر على ميعادي ابدا، ما يصحش كده. يا سلام. اسمعي بقى، مفيش خروج غير لما اعرف ايه حكايه مشاعرك دي. عاجبك كده يا ست هانم؟ هو انا عملت ايه؟ وانت عايزاني يعني اسيب ماما كده مش فاهمه حاجه وعلى عماها؟ عامله مين يا بنت انت كمان؟ مش قصدي يا كراميلا، انا كل اللي قصدي يعني ان انت لازم تبقي عارفه كل حاجه عن بناتك، ولا ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا فعلا حاسه ان انا قريبه من عزت، بس هو يعني فيه شويه حاجات كده مش واضحه. نعم يا اختي؟ فانا بقى حطيته تحت الاختبار علشان اعرف بقى اذا كان مناسب ليا ولا لا. تحت ايه يا اختي؟ يا ماما يا حبيبتي انا مش عارفه اوصف لك ازاي يعني، بس هي حاجات كده خاصه بمشاعري. طب يلا على اوضتك. يلا على اوضتك وما اشوفش وشك. يا ماما دي مش طريقه، على فكره دي اسمها الديكتاتوريه، ولا لما يجي بابا هقول له. انا موافقه يا بنت عبد الله، قولي له امي جابتني من شهري وقالت لي كمان حاجه مهمه قوي، من بكره ما فيش شغل وهتقعدي في البيت ده تكنسي وتمسحي وتطبخي وتنظفي. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ على فكره مش هينفع كده ابدا. غوري في داهيه تاخدك فورتي دمي. بنات مايسه والله العظيم يا ماما. اختشي يا بت، ما تقوليش كده على اختك، فوري الدم على الميسه البت. لا معاش، ولا كان اللي فور دمك يا كراميلا. بقولك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انتي ما شاء الله عليكي النهارده محلوه كده، كنت يعني عايزه فلوس. عيني من عيني كده طلعها واديها لك يا طيبه يا هاديه. عايزه كام؟ عايزه 5. تخمسي في وشي يا بت؟ لا والله يا كراميلا ما قصدي. 5 ايه؟ 5 جنيه؟ وفي حاجه اسمها 5 جنيه؟ عايزه ايه يعني 50 جنيه؟ في ايه يا ماما؟ ما فيش حاجه اسمها 5000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ هتعملي بيهم ايه؟ هتتجوزي ترخره وتجيبي له الجهاز؟ جهاز؟ لا بس انا يعني يا ماما يعني والله العظيم في شنطه عجباني وهموت عليها. شنطه ب 5000 جنيه يا بنت المقشفه؟ شنطه ب 5000 جنيه؟ يا بنت ده انا الشنط اللي عندي كلها ما يعملوش 2000 جنيه. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو احنا فقراء يعني؟ لا يا رحمك مش فقراء، احنا اغنياء قوي معانا فلوس قد كده.
بس بطريقتكوا دي ان شاء الله هنبقى فقراء ونشحت يا بنت المهبوشة. دار ما تاخدك. ايه ده؟ في ايه؟ بنات اتجننت ولا اتحبشت مخها ولا ايه؟ عيشة بقت تقرف. خير؟ في ايه؟ أمك دي هتجنني على فكرة. ايه اللي حصل؟ أنا غلطانة، كنت دخلت على بابا وقلت له أنا عايزة فلوس، كان هيديني على طول على فكرة من غير ما يقعد يرغي ويقعد يقول لي مش عارف إيه، أصلي مش عارف إيه، إنما أمك أعوذ بالله يا شيخ. بنت أنتِ مستفزة بصراحة. مستفزة؟ مستفزة ليه إن شاء الله؟ هو أنا طلبت حاجة غريبة؟ أنتِ طلبتي منها إيه؟ 5000 جنيه يا أختي، عايزة أشتري شنطة نفسي فيها. يا نهار اسود، انت عارفه لو عرفت ان انت جبتي جزمه ب 4000 جنيه هتعمل فيكي ايه؟ انا ما قلتلهاش على فكره. قولي لها. ربي هي بقت كده؟ في ايه؟ والله العظيم انا ما كنتش اقصد. انا قلت لهم عشان يعرفوا بقى الحكايه ونخلص وتتجوزي. وحياه امك. لا عيب، والله العظيم يا شهده عيب. عيب لما تبقي محاميه محترمه كده وتقولي وحياه امك. ايه هتمدي ايدك ولا ايه؟ اه امدي ايدي. شهد لا بقول لكم ايه، بس الاثنين هتخانقوا، روحوا اشوف لكم حته تانية، انا عندي صداع مش قادره. يلا يا ماما. ايوه صح. يلا يلا. قرف ده. اتاخرت قوي كده ليه يا عبد الله؟ وبعدين تليفونك مقفول على طول. كريمه انا تعبان ومش محتاج اسمع اي كلمه دلوقتي. ايه حاسس بايه؟ جيب لك الدكتور؟ لا دكتور ولا حاجه، انا بس عايز اقعد مع نفسي شويه. طيب ايه رايك في فنجان قهوه كده يظبط دماغك؟ يا ريت يا كريم. كريمه. نعم. القهوه تعمليها بيدك. عينيا الاثنين. ما تخليش حد يجيبها لي انت. حاضر. يا ترى فيك ايه يا عبد الله؟ شكلك مش مظبوط. أنا جاي. أحلى قهوة لأحلى عبد الله. والله العظيم ثلاثة يا عبد الله. ما في ست في مصر تعرف تعمل فنجان قهوة زي اللي أنا بعمله ده. ريحة القهوة من يدك يا كريمة تحسسني إني ملك. طب ما أنت ملك من غير كلام. ملك على قلب كريمة. ما فيش أحلى من إن الواحد يبقى ملك على قلب ست الحسن والجمال. أيوة أيوة أيوة، خدني تحت بطك، خدني وعن الوجود وابعدني. فيها يا كريم مالك؟ يا سلام. طيب أسيبك مع حبيبة القلب ولو عوزتني يبقى اندهش. اقعد يا كريم اقعد، خليك قاعدة. طب مش هتقول لي مالك؟ مالك يا كريم؟ أنا كويس الحمد لله. طيب عملت إيه مع شريك الغبرة اللي أنت كنت عنده ده؟ مش أنا قلت لك يا عبد الله الناس دي وحشة ونصابين، والله العظيم بيبان في عينيهم. الحق نفسك يا أخويا قبل ما رجلك تيجي في الخية. قدر يا كريم قدر. لا لا مؤاخذة يعني يا عبد الله، هو مش قدر، هو نشفي الدماغ. انت نشفت دماغك ورحت لهم، كملنا، ما احنا كنا زي الفل وماشيين كويس وشغلنا كويس والاشياء معدن والحمد لله. اسمع كلامي واخلع من الناس دي بدل ما تروح بلاش. اخلع؟ يا ريت يا كريم. يا ريت؟ يعني ايه يا ريت؟ في ايه يا عبد الله ما تتكلم وموغوشني؟ طلع زي ما قلتي. ايه؟ سرقك؟ سرقني؟ يا ريت سرقني بس يا كريم. ده سرقني ودبسني. يا لهوي يا ليلة سودة يا ليلة سودة. انا ما برضاش اتحدث معاكي عشان الجوتين دول يا كريم. اهو مش هتكلم خالص، مش هفتح بقي، بس قول لي ايه اللي حصل بسرعة.
ايه يا مروان؟ واقف لحالك ليه كده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ تلاقيك طفشان من عراك امك ومراتك. لا يا عمتي، تعبت من الشغل بس. طب انا عايزة اقول لك على حاجة، بس ما عايزاكش تزعل مني. صراحة انا ما اعرفش انت ليه اتجوزت البت اللي عاملة زي الفرخ المبلول دي. فرخ مبلول ايه يا عمتي؟ دي مراتي وانا بحبها. حب ايه وزفت ايه؟ فرق بينك وبينها كبير. ده انت مروان بيه، عارف يعني ايه بيه؟ يعني كان لازم ان تاخد بنت متعلمه ومتنوره واحسن منها مليون مره. ما هي متعلمه ايه كمان؟ متعلمه ايه؟ معاها ثانويه عامه؟ ايه ثانويه عامه دي؟ لكن انت خريج جامعه. تعرفي انه مجموعها كان اكبر من مجموعي. وايه يعني؟ عمتي قولي لي انت عايزه ايه؟ من غير لف ودوران كده؟ انت تعرفي باللف والدوران. انا الصراحه عايزك تتجوز. ايوه اسمع مني يا واد، نجيلك بنت حلوه كده تليق بمقامك. صدقني يا مروان، احلى حاجه في الدنيا دي العيال. تجيب عيل كده يملى عليك البيت، يحبك وياخدك في حضنه، عيل من دمك يبقى سندك، يبقى ظهرك وتتعكز عليه لما تكبر. صدقني يا مروان، انا عمتك واحبك واخاف عليك، احبك اكتر من امك كمان. عارف يا عمتي عارف، هي صحيح امي شالتني في بطنها 9 شهور. لا 7. سبعة يا عمتي 7، بس انت اللي ربيتيني، انت في مقام امي. حبيب قلب عمتك يا واد، البت ناديه دي ما كان ليكش فيها صدقني. وبعدين ايه يعني غلط لازم انت تعيش عمرك يعني ما تصلحش الغلط ده؟ يا واد لازم انت تتجوز، اسمع كلامي. حاضر يا عمتي، دلوقتي عايز كوبايه شاي. طيب طيب يا حبيب عمتك. يعني ايه؟ خد اللي وراك واللي قدامك والبضاعه اللي جايه كمان، لازم ادفع عشان اخلصها. طب ما تدفع وتخلصها. ادفع منين يا كريم؟ هو شطبك على الاخر يا عبد الله؟ على الاخر يا كريم، ما خلاش حلك ولا مليم. طيب خد قرض من البنك. لسه بس ده القرض الاولاني، اخد قرض تاني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ والله ما عارف، حاسس ان دماغي هتتشل. أنا عندي حل يا عبد الله. الحقيني بيه يا كريم. أخوك عبد الحكيم. عبد الحكيم بس اسمعني للآخر وبعد كده قولي اللي أنت عايزه. أنت ليك قد اللي يا عبد الله، وأبوك الله يرحمه سايب كتير مش شوية، وفدان واحد بس، فدان واحد يا عبد الله يفك الأزمة اللي أنت فيها دي. أيوه بس اسمعني اسمعني ما تقطعنيش، وإن كان عليا أنا والبنات مش عايزين حاجة، ده حقك ولا مش حقك؟ الحقيقة هو حقي بس خلاص. هو بقى يخلي في وشه شوية دم ويقف جنبك في الأزمة اللي انت فيها دي؟ ها قلت ايه؟ قلت لا إله إلا الله. انت عندك حاجة كريم، انا بكرة أسافر لعب حكيم واتكلم معاه. رجلي على رجلك يا عبد الله. لا خليك انت المره تانية تكون ظروف غير دي. تبقى خايف منه؟ يا كريم خايف من ايه؟ اقول لك عبد حكيم كل ما يشوفني يقول لي تعالى نقعد نصفي حالنا، وانا اقول له لا مش وقت. يا سلام، عيني في عينك كده يا عبد الله. يا كريمه زي ما بقول لك كده، وبعدين ما انت عارفه سلو بلادنا، وعارفه ان انا لو عزت اي حاجه هاخدها في اي وقت. بس يعني انا هروح اظبط الامور مع عبد حكيم، وانت ادعي لنا. ربنا يوفقك ويحنن قلبه عليك. اهم حاجه ما تزعلش نفسك. هكدب عليك لو قلت لك اني مش زعلان، انا كنت حموده كريمه بس ربنا هو اللي مجويني. بعد الشر الف بعد الشر، ما تقولش كده. انت اللي بتعمل فلوس يا عبد الله، والفلوس بتروح وتيجي. ما تبقى فلوس يا كريمه، انما اللي راح ده شجع عمري كله.
الحلو والسكر حاطط يده على خده ليه؟ متضايقة وهطج من جنابي. سلامة جنابك. احنا لازم نخلعه من البيت ده. انا ما طايقاش اقعد هنه دقيقة واحدة، وكمان انا عاوز اكمل علامي. وماله؟ ده انا ياما اتحايلت عليكي. خلاص يبقى نروح نعيشه في مصر. ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش؟ انت لو فتحت مكتب في مصر اسمك هينور يبقى على كل لسان. انت هنهدى في نفسك، وكمان انت مالكش في الشغل اللي الحاج شغال فيه. ما تخلطيش الامور على بعض يا ناديه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، تعرف انا حاسه اننا لو طلعنا من البيت ده هنخلف دسته عيال. هو البيت هو السبب؟ ايوه بصراحه انا على طول مخنوقه ونفسي مش جايباني، وحاسه اني مش واخده حريتي، وامك واختك لو طالوا يرموني في الترعه هيعملوها. ايه الكلام اللي يزعل؟ زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك نغيروا السيره؟ لا انت لازم تشوف لي حل. حل؟ عارفه ايه الحل؟ قول. اسمعوا الكلام اللي بيتقال ونضحك بس. هو انت خسران حاجه؟ هو انت اللي بتتهزق ولا يتحرق دمك؟ يا حبيبه عمري، اي حد يقول لك كلمه تكون زي السهم في قلبي. سلامة قلبك، كني يا اخويا بالكلمتين دول. طب اسمعي، احنا هنقول ان هنزور دار عمي ونتدلى مصر ونروح عند الدكتور، وبعد كده هفسحك. طب والجامعة؟ والجامعة اعمل اللي انت عايزة. ايه رأيك؟ كلامك حلو، بس برضو امك ما هتشنيش من راسها. خلاص اسمعي، توحشتك قوي، تعالي في باطل، تعالي. ونجوى بنتك كويسة؟ طمنت عليها؟ ايوه يا سيدي، خلفت التوأم، بقيت جد خلاص. اما انت راجل ناضج صحيح. اهي دي بقى كان لازم يبقى فيها فتة ولحمة للبلد كلها. ليه فتة ولحمة للبلد كلها؟ وبعدين احنا ما عندناش حكاية الفتة واللحمة دي، دي عندكم انتوا. يا باي عليك. على العموم اذا كان عليك انت مقدور عليه. عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ مكان انما ايه؟ عسل، بس عايز له على الاقل 3 4 ايام، بس ما نكونش لوحدينا. حلو، ظبط الموضوع. بص احنا نسافر، وهناك الدنيا هتفتح معانا. ايه بعد فورمه الساحل اللي انت عاملها دي، النسوان علينا هتبقى زي الرز يا حسن. ابوك حسن ماله جاي علينا حسن؟ هبلد عليك يا عبد الحكيم يا اخوي. بقول لك ماليش نفس، زهقان. زهقان من ايه يا مان؟ من البيت. طب ما تسافر. اسافر ايه بس يا سعيد؟ بقول لك زهقان. طيب ماشي، ما انا بقول لك سافر يا عبد الحكيم. اوه السلام عليك يا رجاله. زهقان زهقان. ايوه قول عاد انك انت عاوز تغير الفرش. يا ريت كان ينفع، يا ريت. لو كنت عايز اغير كنت غيرت من زمان، مش من دلوقتي. لا هو ده وقتها وزياده. زمان ما كنتش فاضي، كان وراك الشغل وترتيب الحسابات وتربيه العيال، انما انت دلوقتي عزوه، وعلى الاقل تعيش سلطان زمانك. عارف انا لو منك أنجي بنت حلوة نغشة كده تدلعني اللي فاضل من عمري. ومستني إيه؟ ما تعملها. يا ريت يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، بس طول ما الولية الفجرية دي في البيت أنا محبوس في زنزانة انفرادي. وأنت كمان عندك فجرية في البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. أبدا والله، دي كانت سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا. سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا إيه؟ دي كانت سفرية زي الفل ما تصدقهاش خالص. اسكت أنت، ما تنطقش خالص. ما تخافيش، مش هحسدك يا حلوة يا جميلة. مش قلت لك حضري الفطور؟
جاي تعمل ايه؟ ما انا بحضر وما انا بعمل ايه؟ طب يلا روح. مش لما اشوف شمس جايبالي ايه؟ ما جايباش حاجة، ده احنا يا دوب ركبنا الاوتوبيس من هنا واتسرقنا من هنا. اتسرقتوا تقوموا تقعدوا 10 ايام؟ امال لما كنتوش اتسرقتوا كنتوا قعدتوا قد ايه؟ تعالي يا حبيبة أمي تعالي احكيلي بسطتوا. شايفة يا أمي البت وعمايلها، أنا لو جرالي حاجة هتبقى هي السبب. حرام عليك، أنت مش بتقولي إن دي حبيبتك وصاحبتك؟ أنت بتقول إيه؟ عمرها ما كانت صاحبتها. أنا مش جايلة لك ومفهماك ما تنطقش ولا تقول حاجة خالص. إحنا ناقصين عين، ودي عينها إيه مش أي عين. بومة يا ساتر يا رب. ومن شر حاسد إذا حاسد. يلا حبيبتي خدي جوزك واطلعوا على فوق وانا هحرك شويه ملح. حاضر يا امي. قدامي. عرفتي يا امي. ماشي يا ناديه. ان ما ولعت فيكي. شكل الجيبك. انت خلصت اللي خدته؟ بقول لك ايه؟ مش عايز كلام كتير. ليه؟ هسافر. ابوك عارف؟ ابوك مش هيقول حاجة، ده ما هيصدق يريح دماغه مني. قول له الأول، ده أنت ساحب فلوس كتير. يعني هي الفلوس هتخلص؟ يا عم هات خلينا نعيش. هتروح فين وهتصرفهم في ايه؟ خليك أنت قاعد كده، شاغل بالك بالتجارة والبيت وأمك ومرتك، وحابس نفسك في مشاكلهم. أنا لو منك أكون سلطان زماني، أمير والتجواري تحت رجلي. والله أنت آخرتك هتكون زفت إن شاء الله. وفك اللي في الآخرة من دلوك. أقول لك سيبك من اللي أنت فيه ده واطلع معايا الطلعة دي، وأنا والله هخليك ترجع إيه مروج آخر روجان. على فين؟ تعالى بس وحظبطك. لا يا سيدي، أنا لو هسافر مش هسافر مع واحد زيك فاجد. روق وسيبني انا في الهم. سلام. مش هتقول لابوك؟ لا هقول له ايه؟ ابوك بعد النفسين بتوع امبارح مش هيقوم الا على الظهر. اكون انا وصلت. ابقى انت بلغه. سلام. سلام. اي مش تحاسب يا حسن؟ انت على طول مستعجل كده؟ لا مستعجل ايه؟ انا كنت داخل اصلا مش طالع. قعد. ماشي. أنا جاي عشان أشتكي لك. خير يا ست فريدة؟ في إيه؟ لا مش خير. واه مش هتقولي تشربي حاجة تاكلي حاجة؟ إيه البخل ده؟ إيش حال إنك أغنى واحد في الناحية كلها؟ تشربي إيه يا ست فريدة؟ لا من غير نفس ملهاش لازمة. قصره. أنا جاي أقول لك عيب اللي أبوك بيعمله ده. أنا مش عايزة أبيع الأرض. وبلاش كل يوم والتاني يشد لي واحد يكلمني وياخد ويدي معاي. وبلاش التهديد والوعيد دي. أنا ست وحدانية أيوة، بس بميت راجل وأرضي عندي بالدنيا كلها. مش أنتوا بس اللي أكابر، أنا كمان هانم. وما يغركش جلبية والطرحة السودة دي، مصيرك تشوف وتعرف. سلام. رجعنا تاني للموال ده. أول إيه على الصبح يا جبرية؟ نروح مصر كل شوية ونقعدوا فيها بالأيام. مش هتأخر، الصبح إن شاء الله أكون عندك. بشوقك يا عبد الحكيم. أنا بس بقول لك قلبي مش مرتاح، وخراب البيت على دين إسحاق ده. في وأنا أول مرة أنزل مصر، كل ده عشان الشغل. شغل؟ لو شغلي كنت عرفت، كان مروان قال لي. إيه ده؟ مشغلها مروان عشان ينقل لك الأخبار. وماله؟ ولدي حبيبي خايف عليا وعلى مالك وعلى البيت ده اللي عملناه بتعبنا وعرجنا. طيب خلي بقى هو اللي يقول لك. استنى عندك خبر ايه؟ واخد في وشك وماشي، ما تقول لي هتعمل ايه في مصر. أصل أنا بفكر اشتري فيلا في مصر. النبي صح، كنت عاملها لك مفاجأة. هنعيش في مصر؟
طب شوف اما اقول لا انا ما عايزاش فيلا، انا عايزه قصر سرايه الملك عشان اللي ما تتسماش لما تشوفها تتجهر وتجيلها سكته وان شاء الله تموت. مين اللي ما تتسماش؟ مرت اخوك يا حلو. انت يا حيل، يعني انت عايزاني اشتري فيلا في مصر عشان تكيدي مرت اخويا؟ تهبلي يا بيت. لا يا حبيبي، خلي انت عليك الشراء وخلي الكيد علي انا. يلا يا حبيبي بألف سلامة، والقلب دعيلك وإن شاء الله ترجع مصبور الخاطر ومعاك العقد. دعيلي. ربنا معاك. دعيلي يا شبرية. ربنا يقويك على اللي انت فيه. صباح الخير يا كراميلا. صباح الخير يا حبيبتي. يلا اقعدي افطري. هو انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ ما اعرفش، معدتي مقلوبه من الصبح وماليش نفس. على فكره عايزاك تبلغي حماتك ان انا رايحه النهارده. ليه يا ماما؟ خير في ايه؟ هتستجوبيني؟ اعملي اللي بقول عليه وبس. ده ايه ده؟ حاضر. انا مش عارفه ما بيردش عليا ليه ده. ماشي خلاص اوكي. طب يا عزه تقفل دلوقتي، هكلمك كمان شويه. انت عارفه لو ماما سمعتك هتبقى مصيبه سودا على دماغك. ما خلصنا بقى، هو صبح وليل، وبعدين انا اتفقت معاه يجي يكلم بابا علشان يبقى الموضوع رسمي ونخلص. رسمي ايه يا بنتي؟ انت عبيطه، ده مفلس وماله. اللي معاه يدي اللي معهوش. الله. اللي معاه يدي اللي معهوش. وانتي حبيبتي عايزه يعني ابوك يجيب له شقه ويفرشها له ويقول له اتفضل خد بنتي اتجوزها؟ انتي مجنونه. كفايه انه بيحبني، مش انتي راح تتجوزي واحد كل اللي تعرفيه عنه ان بدلته شكلها حلو؟ على الاقل مش صايع زي البيه بتاعك. انا مش قادره افهم بصراحه، انتي ازاي تقبلي تتجوزي واحد جه وقعد اتفرج عليكي لمجرد ان انتي بنت عبد الله؟ طب والنبي هو ده شويه؟ هو جاي حبيبتي وعارف ان انا بنت اصول، انت اكبر رجل اعمال في مصر كلها. شفتي؟ اديكي قلتيها بعظمه لسانك، عشان ابوكي مش عشانك. لا ثانيه واحده، هو لا محتاج ولا فقير ولا مش لاقي ياكل مثلا زي البيه بتاعك ده. لو جينا بقى حسبناها بالعقل يبقى هو اللي جاي طمعان في فلوس ابوكي، يعني عشان فلوس ابوكي برضو مش عشانك. الكلام ده مش صح. انا اقدر افهم في الشخصيات كويس جدا. عزت ده محترم جدا وابن ناس، هو اي نعم فقير بس عالمي. عارفين يعني ايه عالمي؟ اكيد طبعا عارفين، عالمي في الفقر. لا يا حبيبتي، عالمي في الطموح. عزة اللي مش عاجبك ده بكرة هيبقى ولا بيل جيتس ولا خيبة. انا عندي مشوار مهم لازم اجري دلوقتي حالا. لا استني، خديني معاك في طريق. استني. يلا. بابا صباح الخير. صباح العسل يا حبيبتي. كويس ان انا لحقتك قبل ما تنزل. خير يا حبيبتي؟ يعني كنت عايزاك في موضوع كده. قولي. امبارح رحت لعم جميل وغيرت عربيتي. ولا يهمك يا حبيبتي، انا هتفهمها. ميرسي قوي. احلى بابا. سلام يا ماما. وخير يا كريم. اهلا يا عبد الله. برضه مش عايز تاخدني معاك؟ سيبيني اتصرف براحتي يا كريمه. ماشي. انت مصر تمشي بدماغك ليه؟ ايه بتمشي بدماغك دي؟ انا حر ولا انا غلطان اللي قلت لك؟ لا انت مش غلطان، بس انا مقصودش يعني. لا تقصد يا كريم. وبعدين انا حر اخسر اكسب اجمع فلوس وارميها في الشارع اللي رايح اللي جاي، انا حر. الله الله الله، انت فهمتني غلط يا عبد الله. انا اقصد تاخدني معاك اطب على عبد السلام، اسلم عليه واشوف شمس واشوف حسن واشوف مروان. ده كل قصدي يا اخويا. مره تانيه يا كريمه، مره تانيه. مره تانيه؟ مره تانيه فيها ايه يعني؟ اديني قاعده اهو. ها وحياتك، انت ما مشيت الا ما نلت المراد والطلب منها. بالك لو ما نفعش. ها
هينفع هيشوفها بومة قرد مسلسل ولا هيتيجها ولا هيتيجي يسمع صورتها. بعدين أنا عمري قلتلك حاجة وما حصلتش؟ مش قلتلك إنها مش هترمي ولا هتشيل وهحصل؟ صح حصل. خلاص انت بس تاخدي ده تحطيه في قلب المخدة وده تحطي شوية منه في كوباية مية على الرينج وبيدعيلي بقى. عارفة يا دلال لو طلق أو غارت نادرين علي لجيبلك بيت جديد. قلتي ايه عاد؟ هتغور والله العظيم هتغور. بيت جديد؟ طب أقولك لو ما غارتش هجيبلك رقبتها على صدرها. هتخلصيني منها يا بنت؟ لو تمن بيت جديد كبير وحلو كده اخلصك منها ومن اللي جابوها كمان. شوق على مهلك شوق بكره الدنيا تروق. ترارارا شوق على مهلك شوق بكره الدنيا تروق. والله لمصدق نفسي ان احنا مسافرين نهوى نفسينا. ايوه اخيرا اخيرا يا اسحاق هنشم هوا الحريه ونطلع من النكد اللي احنا عايشين فيه دي. على رايك هنقعد يومين بعيد عن الهم والغم ووجع القلب ده. طب ليه ما رحناش اسكندريه؟ ليه ويا مصر وحشه؟ دي عسل وحاجه زي السكر. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش بس يعني انا بستش ولا حاجه. لعلمك انا اعمل لك مفاجاه 10 على 10 عمر عقلك ما هيوصل. لا مفاجاه ايه؟ ما احبش مفاجاتك يا سحق. لا وهي دي اي مفاجاه؟ دي هتخرج من نفوخك وحياتك انت. وابقى قول اسحاق قال لي. قال لي انت هتغنيه؟ ما تطلع مغني احسن. طب سوق سوق على مهلك سوق بكره الدنيا تروق. صباح الخير يا مدام سيهان. حضرتك لما تبقي مديه ميعاد لحد ما تبقيش تتاخري عليه. خير حضرتك عايزاني في ايه؟ لا ده كده مش خير ابدا. البدايه ما تطمنش. مدام حضرتك ابتديتي بالكلام ده انا هاثر عليك الطريق، لان انا بصراحه ما كنتش عارفه ابتدي ازاي، بس دلوقتي انا جايه عشان اقول الجوازه دي ما تنفعش. يا اختي لو بعرف ازغرق كنت اوي. بركه يا جماعة اللي جت منكم. ده انا اللي جايه اقول لك ابنك ما ينفعناش يا حبيبتي. احنا عايزين راجل يعرف يشيل المسؤوليه و لا يتهنن ولا يتدلع ولا يبقى عايز ماما تحط له البزازه في بقه. ويا ريت يا ست سهام يا اختي تعيدي نظر في تربيه ابنك. يا اختي عشان لما يتقدم لحد يحترموه، العروسه تحترمه وتقول ده راجل مش ننوس عين امه. بالسلامه يا روح الروح. مع السلامه. ده يا تاخدك. مروان قوم اتحرك. ايه في ايه؟ بسم الله. عمك عبد الله هنا؟ تقولي صح؟ ايوه انا شفته وهو داخل. قلت اجي اقول لك بسرعه قبل الست الوالده ما تستفرد بيه، خصوصا ان ابوك مش هنا. اسكتي. ايه الكلام ده؟ في ايه؟ بقول الحقيقه، امك ما بتحبوش ولا بتحبنا ولا بتحب اي حد في البلد كلها. قلت لك مليون مره الكلام ده مش عايز اسمعه. وبعدين انا ما بحبش اشوفك متعصبه. بقول اللي جوايا. اكتم في نفسي يعني اطج اموت؟ لا بعد الشر عنك ما تموتيش. اسمعيني دلوقتي، اذبح فرشتين لعمي. بتبصيلك ده ليه؟ يلا قومي قومي يا قمر وربيع يا ست الستات. ايوه كده اضحكي. يلا قومي. عيني. يلا يا عيني. يلا قومي يا حلو قومي. أمال فين ست كريمة؟ ما توحشناهاش. إزاي بقى ست جبرية؟ والله كانت عايزة تهاجي معاي، بس زي ما تقولي كده يعني أنا كنت مستعجل. يا مرحب يا مرحب. والله توحشت البنات. ده أنا ياما قلت لعبد الحكيم ياخدني نزورهم، بس هو كده يعني كان بيلاوعني لحد ما قلت
في حاجة أنا ما عارفهاش ولا في حاجة هو ما عايزش يقولها لي؟ حاجة يا ست جبري يعني هتكون ست كريمة ما عايزاش تشوفني. البنات شايفيننا قليلين يعني كمان احنا عايشين هنا وهم في مصر واحنا ناس غلبة كده على كدنا يعني. ملوش لزوم الكلام ده يا ست جبري. أنا بس جاي في موضوع كده وماشي على طول، إنما إن شاء الله المرة الجاية أعمل حسابي بعد 3 أو 4 أيام وأجيبهم معي. يا ريت يا أخويا يا ريت. وأنا بقول البيت نور ليه؟ لن يا مرحب بالناس الزينة يا ألوف المراحب. إزيك يا مروان يا ولدي؟ أستغفر الله العظيم. إزيك يا ولدي؟ الحمد لله. بنات عمي فين؟ أوعى تقول ما جو شيء. والله ما كان ينفع يا مروان يا ولدي. ليه يا عم؟ هم مش عايزين يعرفونا ولا ايه؟ قول له احسن بيزعل من كلامي. هم شكله مجده مع جنس يجوا. يما ايه يا حبيبي؟ عايزين من يدك الحلوه دي غدوه على كيفك. يا سلام بس كده عيني بس واكلني يعجب عمك كمن هو معود يعني على وكل الهوان المقبره. عامل لك باط قد ما نادمه. عشت اخوي. ما تزعلش يا عمي. هزعل من ايه يا ولدي؟ سيبك انت، انت عامل ايه وحسن عامل ايه والبيت سامس كلنا زينين، ناقصنا انت يا عم. يا عم احكي لي. احكي لك ايه؟ اي حاجة. انت تعرف انا احب كلامك وحكاويك كمان. توحشتك كتير يا ولد مروان. وانت يا عم ما تزعلش من امي. حدش بياخد على كلام امك. يا مرحب يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ما عرفهاش بس انا مش مطمنه للزياره دي. ما سالش عليا؟ ده باين انه نيس اللي عنده اخت. ده ولا جاب سيرتك؟ طبعا هي السنيوره اللي واكله عجل ونحله وبره. هتخليه يفتكر ان ليه اهل ولا تحنن قلبه علينا وتلاقيه جاي من وراها سرجه. صح. بقول لهم فين؟ قال لي معلش انه بادي انا جاي صد رد. صد رد ايه وزفت ايه؟ دي لو عرفت انه جاي هنا هتاكله. مش بعيد كمان تديله كلمتين في جنابه. انا عارفه. حلوه يلي شايله الفرج. تعالي يا حلوه اللي شايله الفرج. اكتموه. تروحي فين بالفرجات دي يا بت؟ مروان قال لي تبحيهم عشان عمي هنا. عمك؟ من متى بقى عمك؟ جاك عم الدبب. وانا مالي؟ وانا اللي قلت. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ هخش اسلم على عمي. اتوحشته قوي، بحبه، مجيته هنيه عيد. كان نفسي اشوفه هو ومرته عمتي كريمه الست العجله الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. ده انا اللي هتحط عليك. هكتب الضحك. يا ترى اطلعي فوق. اختفي من قدامي. عمتك هتكسرني عشان عاوز اخش اسلم على عمي عبد الله. ازيك يا فوزي؟ اتوحشتك قوي يا عمي. جبت لي معاك ايه من مصر؟ كل خير يا حبيبتي. بقول لك ازيك يا فوزي؟ الحمد لله كويسه وزي الفل. وايه المقابله دي يا فوزي؟ وعاوزني اقابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسال ولا بتطمن ولا حتى افتكرت ان ليك اخت؟ طبعا البركه في الهانم الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. الا بالحق يا عمي. ازاي يا عمتي كريمه وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي. سلم عليك. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ استغفر الله العظيم. يا عمي ازاي بنات عمي؟ الحمد لله يا شمس يا بنتي. شمس فوزية عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ بركه والله بركه ان انا بقى ليا عازه. تعالى يا اخويا تعالى زي بيتكم برضك. بعد اذنكم. ناديه روح اتبع الفروج. اتبعه واديه بحنا؟ لا يا اخوي. ناديه
اذبح الفرفوج. انت اصلك مش عارف اللي حصل. امك الهم واروح امك. جرت لي بلاش فروج، خليه بط. اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج، انما البط حاجه تانية خالص، وخصوصي ان عمي عبد الله بيحب الرجاج بمرقه البط. مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك. روح اذبح الفرفوج. يما عشان خاطري. يمشوا بس، ان ما طفحتك عظم البط ما بقاش انا يا ناديه. مش فاهمه حاجه يا عبد الله، ما تجيب من الاخر. حقيقه انا في ازمه فوزي. ازمه ايه يا اخويا بعد الشر عليك من الازمات؟ يا عم ازمه ايه؟ استنى انت يا مروان، قول يا اخويا، قول انا سامعاك. انا محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ انت محتاج فلوس؟ عيب يا راجل، ده انت كلك فلوس، ده انت سمعتك جايبه البلد من شرقها لغربها. ولا الهنم زنت عليك؟ مش لزوم الكلام ده يا فوزي، انا بتكلم معاك عشان انت اختي. تتكلم معايا؟ من متى يا قلب اختك بتتكلم معايا؟ ولا حتى افتكرت ان ليك اخت مرميه في البيت هنا؟ انت عارف انت بقالك قد ايه يا عبد الله ما كلمتنيش؟ ولا حتى رنيت عليا وقلت لي كلمني شكرا وانا كنت اتصلت بيك؟ فوزية الحكايه بقول لك ايه يا عبد الله، الشويتين دول ما يخلوش عليا، والمسكنه اللي انت راسمها على وشك دي ما تدخلش على عقلي. عيب يا راجل، عيب تبقى راجل كبيرك ده وجاي تتكلم في فلوس وانت كلك فلوس. فلوس ايه يا عبد الله اللي جاي تتكلم فيها دي؟ عمتي جرايها. روح عمتك، مش عاجبك كلامي اياك. ممكن نأجل الكلام دي لبعد الغدا. وبعد الغدا ليه؟ ما اللي هنقوله بعد الغدا نقوله دلوق. بص بقى يا قلب اختك، يا نن عين اختك من جوه. اسمع يا مروان عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الحكايه وما فيها شغل حريم هاري وغيره. الست كريمه لا على حمي ولا على بارد، قاعده تبخ سمها في ودنك وتلاقيها بتقول لك الارض يا عبد الله، البيت يا عبد الله، الفلوس والتجاره اللي هم فيها دي من فلوسنا يا عبد الله. عاوزه تقطع وتشفي وتلها في كل حاجة، لكن ده بعدها. أنا بقى اللي هقفله. أحب على يدك، ما تزعل شيء. لا ولدي أنا مش زعلان منها، فوزية في الأول وفي الآخر أختي. المهم أبوك شيء. أبويا مش هيسيبك يا عم. حكاية الأزمة دي إيه؟ قولي لي كان عايزك في إيه؟ عايز عزرائيل. حرام عليك يا بنت، ده أخوكي. حرام عليا، ده أخويا. طول ما وراه العقربة دي يبقى هو وهي في 60 داهية. اسكتي يا جبرية اسكتي، أنا شايلة ومعبية. عندك حق والله، بس قولي لي عاد هو كان عايز إيه؟ جاليه عايز فلوس. فلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، منين يا اختي منين؟ ما انت عارفه كل حاجه. منين ما انا عارفه كل حاجه. جرايه يا جبريه. لا ما قصديش يعني هو يعني الحمد لله الخير كتير وكل حاجه، لكن لكريمه له. ايوه لكريمة له. لكن الخير كتير والحمد لله يا ست. كتير. بقول لك يا حماتي، أذبح رومي كمان ولا كفاية كده؟ أقول لك أنا اللي هذبح. امشي غوري. هي حصلت ترميني بالمدرس؟ ده أنا هقطع عليكي كمان. امشي يا بنت. في ايه؟ امك بترميني بالشبشب، امك بتهني. لا كله لجلة الجيمة. انا عند ابوي لما تعرف جبته بجت على خدني. بنت يا نادي، راح فين يا بنت؟
لا لا يا عمي، كله لك ده، ده انا الصغير والكبير ما داس ابويا فوق دماغه. انا مش راجعه لما يجيب لي حجي. حجي ايه يا ام حاج؟ يما يما عيبك ده. يا مري بتقول لي انا عيب؟ انا اللي غلطانه يعني؟ بتركبها عليا يا ولد بطني؟ ما تقول لها كمان تاخدني قلمين. اخص عليك اخص. مش قصدي يما حقك علي. اوعى اوعى بعد عني. طيب فوق دلوقتي يا نادي. طب والله انا ما قاعده في البيت ده طول ما هي فيه. شايف؟ خلاص يما يما. اوعى مروان يا ولدي. ابقى روح صالح مرتك. يا اهلا وسهلا يا سي عبد الله. يا مرحب، بركتك هلت. اوعى تفتح، هتقلب دماغك على الفاضي. يمكن حد محتاجني ولا حاجه. ايه اللي هيحتاجوك فيه؟ وبعدين انت من حقك تروق دماغك. هو زمان كان معانا الهباب ده ولا كنا هتشيله؟ الناس كانت عايشه وبتتصرف وزي الفل. لعلمك محدش خرب الدنيا الا البتاع ده. والله عندك حق. وبعدين لما حد يسالك قول له التليفون كان عطلان او فاصل شحن او الشبكه واقعه، عندك بدل العذر مليون عذر. لما انت جبتنا هنا ليه؟ عامل لك مفاجأة. اه مفاجأة كيف يعني؟ قول انت بس كده وظبط حالك وبعدين هتعرف كل حاجة. اه عارف كل حاجة؟ كل لكن انت تعز الأكل. يخرب عقلك يعني. كل من خيرك يا عبد الحكيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش هتغيري عشان ننزل؟ اغير ايه وقرفي؟ بقولك ايه، انت مالكش كلام معايا خالص، انا جاي هنا عشان خاطر محروسه بس. الله يخليك الله يخليك. انا ماشي اصلا. مالها دي؟ قفش عليك يا سيدي. لا ان شاء الله. انت بصراحه الرحله اللي فاتت كنت ناطرها على الاخر. طب بقولك ايه، البت دي انا مش عايز اشوفها تاني، وحساب الفندق انا مش دافع فيه ولا ميلم. تشيل نفسها، انا ما بحبش انا عوجة البوز دي. انا جاي عشان افرفش مش جاي عشان اصالح ودادي. انا برضو هقول لك يا ابو المفهوميه، البنات بتحب الدلع. ادلع ايه؟ هي مرتي عشان ادلعها؟ طب قسما بجلال الله لو مرتي عملت العمله دي لكون حدف على بيت ابوها. عشان كده عمرك ما هتعمر. اعمر ايه وزفت ايه؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش التكشيره والبوز الفجري. عليا النعمة دافع لها ولا ميلم، ولو دفعت لها حاجة اعمل حسابك انك مرفوض، بخلي حد في البلد يشغلك. كل يا عم. تغور في 60 داهية، تغور في 60 داهية، وانا لا اكل؟ ده انا لما ده انا بصدق ان انا اخرج معاك. يا سلام. ايش القهوة؟ دليدة. معقول تبقى هي دي المفاجأة؟ ايه رأيك؟ عشان بس تعرف ان انا احسن منك. انا اتصلت باسحاق وانا اللي قلت له يجيبك هنا عندي، وانا اللي شرط عليه انه ما يقولكش، عشان عارفة ومتأكدة انه لو كان قالك ما كنتش هتيجي. مين قالك ده؟ يعني لو كان قالك ان الاوتيل ده بتاعي وان انا مستضافاك هنا عندي كام يوم كنت هتيجي؟ اجي ده انا اجي واجي واجي كمان. انما ازاي يعني الفندق بقى بتاعك بالسرعه دي؟ يا عبد الحكيم استنى بس يا اسحاق، عليهم الف مبروك. تعرفي انا لما اكون متخانق ولا متضايق ولا مخنوق بفتكرك على طول، وافتكر الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
اتوحشت الجو يا جميلة. وانا كمان يا عبد الحكيم، المهم ان انت هنا ضيفي والاوتيل كله تحت امرك، اي حاجة تضايقك اي حاجة ما تعجبكش على طول كلمني. اسحاق. ايوه ست دليدة. خلي بالك منه حكيم، انا عارفاه وهيخلع منك، دايما بيقول الكلام الحلو وبعدين بيخلع. ولا نسيت؟ اخلع بقى بعد ما شفتي اخلع. اسحاق هو اللي هيخلع. اشرب واخلع. ابوي طلع طبور. ماشي يا عبد الحكيم، دي لو جبريه عرفت حطين عيشتك. اضحك اضحك. بقول لك ايه، ضيف حسابي على الاستاذ حسن بيه. استاذه ندى بتقول ان احنا نضيف حساب على حضرتك. ولا عارفها. نعم هي وليه انت؟ في ايه مالك؟ ابعد عني. بقول لك ايه حسن، ادفع الحساب يا اما وديني اعمل لك فضيحه هنا. تعمليني انا فضيحه ليه؟ وانا اللي قاعد في اوضه مش عايز ادفع ثمنها؟ طب جربي كده وشوفي مين هيبايت في التخشيبه النهارده. ما تهزرش يا حسن. انا ما بهزرش يا روح امك. روح امي؟ اروح امك. ما انا عايزاني اكلمك كيف. بقول لك ايه يا بنت انتي، انا لما بقول لك انك تيجي بيبقى عشان نقضي وقت لطيف، مش عشان تعكنني على اهلي. يلا روح ارمي بلاكي على حد تاني. يلا محروس. محروس الحقني. مين دي يا حسن؟ حسن يلا. الولية زي ما يكون مصدقت بتتلكك. دهية تاخدها وانا يعني اللي كنت راضي عن الجوازة دي اغرف دهية. ماما كنت عايزة اتكلم معاكي في حاجة بس يا حبيبتي. خير يا زينب؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما مالك، انتي في حاجة مضايقاكي؟ لا يا زينب انا كويسة زي الفل الحمد لله. طيب بص يا ستي، انا عايزه اروح عند الجواهرجي، لقيت حته بس لحد يقولي جواهرجي ولا بميض نحاس ولا عايزين فلوس ولا سايخ ولا عايزين، ما حدش جاب لي سيره دي خالص. سامعني ولا مش سامعني؟ ايه يا ماما في ايه؟ هو انا قلت ايه يعني كل ده؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ماما؟ معلش معلش يا زينب، اصل انا صاحيه متضايقه شويه وعندي شويه صداع. بلاش اتضايق يا ستي، وانا مش بشر وانا مش بني ادم. ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا ست رتال، اللي حصل في ايه بالظبط؟ حضرتك عارفه انا قصدي ايه كويس قوي. اه فهمت دلوقتي، يبقى حضرتك قابلتي المتنيل على عينه المعدول صح؟ صح. يبقى اتخانقتي معايا. اتخانقتي معايا يا ماما وكل ده جه فوق دماغي انا. جه فوق دماغك ازاي يا ست الستات؟ قال ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. والله ابن اصول، ابن حلال مصفي، بركه يا جامع انها جت منه. ايه يا ماما اللي حصل؟ رتال اهدي، مش كده ماما. لا يا زينب مش ههدى، انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هو انا يا ماما مش كنت قلت لك تتحمليها شويه عشان خاطري انا؟ يا اختي ولا تحملها ولا تستحملني. يا بنت ده انا اول ما دخلت اديتهم لي في جنابي من المنائي يا خيار، واخرتها قالت لي معلش يا حاجه كريمه مفيش اسمه ونصيب. قلت لها ليه يا حاجه كده؟ قالت لي اهو من غير سبب. يعني ايه من غير سبب؟ ابي روحي اساليها يا اختي. بقول لك ايه، الواد ده رجله ما تعتبش هنا، انت فاهمه ولا لا؟ انت عارفه لو تقلك بالذهب، الذهب اللي انا كارهه اسمعه برضه مش هتاخديه. كتكون قرف. ايوه يا بنت انت وهي اوعوا كتكون قرف. عاجبك اللي امك بتعمله ده؟ في حاجه غلط، كل حاجه في البيت ده بقت غلط يا هبله. انت في حاجه غلط بتحصل احنا ما نعرفهاش. من امتى اصلا بابا كان بيسافر يزور عمي؟ وبعدين راح فجاه كده وماما سابته، لا قالت لا ولا قلبت الدنيا زي كل مره. وكان بيروح. ايوه كان بيروح، بس الغريبه بقى ان المره دي راح وما سالش اي حد فينا اذا كان عايز يروح معاه ولا لا، ومشي فجاه كده. انا ما يهمنيش بقى كل اللي بيحصل ده، انا يهمني المصيبه اللي انا بقيت فيها دلوقتي. يا عبيطه انتي، افهمي الاول ايه اللي بيحصل ده وبعدين اتكلمي. انا متاكده ان ام الزفت اللي انتي مخطوبه له ده هي السبب، هي اللي غلطانه.
بقولك ايه يا زينب؟ انا عارفة ومتأكدة ان كلكم بتكرهوه. ده ايه القرف ده؟ والله العظيم انت عبيطة. يعني عايزة تقولي انها عملت كده من باب للطاق يعني؟ اي والله العظيم يا ابوي عملت كده من غير سبب. طب اقول لك اسال عمي عبد الله. عمك عبد الله؟ هو عبد الله هنا؟ ايوه وكان شاهد على كل حاجه. بقول لك ايه المره دي غير كل مره وعزة جلال الله ما حط رجلي في البيت ده تاني. مروان ده انا مش هرجع له تاني لما يجيب لي بيت لوحدي بعد الرمي بالشبشب نقص ايه تاني؟ مش عارف اقول لك ايه بس يا بنت. انا عارف انت بنت سو. يعني برضك هتركبنا انا الغلط يا بنت جبريه دي زي امك. يعني لو تجيب الطين كده تشيله وتحطه فوق راسك تقول لها تمن يا امي. تفهمه ولا مش فاهم؟ لا يا ابوي مش زي امي. يا ابوي ده انا عايشه وسطهم خدامه. خدامه ايه بس يا بنت؟ ما انا فاهمك وخبرك كويس. جرى ايه يا ابوي؟ هو انا رخيصه عندك جو كده؟ رخيصه ايه يا بنت؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. اقول لك انت اغلى من بيت عبد الحكيم باللي فيه. امال ايه بس؟ انا بس مش عايزها يعني تمشي اللي في بالها. هي عايزه تخرجك من البيت ما ترجعيش تاني. طب ما انا عارفه. انت عارفه وتسيبيها زي الهبله تعمل كده؟ اقول لك قولي يا بنت عبد السلام. ما انا كان لازم اعمل حكايه كبيره وزعله والمره دي فرصه. عمي عبد الله موجود ومروان شاف بعينه كل حاجه. كان لازم اعمل غضبه واسيب البيت عشان اجبره يجيب لي بيت ليا لوحدي. يعني ملعوب يعني؟ ايوه انا ما صدقته بصراحه. طب عليا النعمه من نعمه رب ان ما كنت تاخدي بعضك ودلك في اسنانك وترجع على بيت جوزك لكم بيتك الليله في الزريبه جنب البهايم. فاهمه ولا مش فاهمه؟ هتعملوا معايا ايه؟ هتسجنوني يعني؟ خبر ايه؟ لا ساعتك مفيش اي حاجه يا فندم. لا في تصور يا باشا. انا بنزل هنا كتير زبونه يعني واول مره انسى الكريدت كارد بتاعي. يقوموا عايزين يسجنوني عشان يوم وشويه مشاريب. قام الحساب. ما يصحش يا باشا. قام 1200 جنيه ضيفهم على الحساب عندي. انا متشكره قوي. بس بدي اعمل حسابك المره الجايه. طيب ممكن نمر التليفون حضرتك عشان ارد لك المبلغ يعني؟ لا اعتبريه هديه مني. لا ما ينفعش لازم اخد نمرة التليفون. دي الكارت بتاعي. خبر ايه يا فوزية؟ بنادى عليكي من تحت بقالي ساعة. ايه ما سمعنيش؟ لا ما سمعاش. طب تعالي تعالي اقول لك على حاجة. قولي إيه؟ قولي يا اختي. شوفي انا ما قصداش اتدخل بينك وبين اخواتك. انت عارفاني ماليش صالح. انا بس كنت عايزة اقول لك يعني ان اللي بيحصل ده عفش. لا اتدخل يا جبرية، ما انت زي اختي برضك. طيب اوعي تصدقي إنه محتاجين. لا ده ملعوب. وحتى لو مش ملعوب إن كان على أخويا أنا أديله نن عيني من جوه وعن طيب خاطر كمان. إنما طول ما وراه العقربة كريمة دي ما هيطولش مني مليم أحمر. صح يا بت صح كده. أنا كنت عايزة أقول لك كده. والبت نادية دي كمان لازم ما نخشش البيت تاني. دي بت جليلة الأدب عايزة تتربى. هقول لك إيه، ما هي كل ما تمشي من البيت أخوك يجري يجيبها. ده أنا غلبت معاه. خلاص انتي عليكي مروان وانا علي عبد الحكيم. لا يا اختي ما اقدرش. يقولوا ايه طفشت مرات ولدها؟ لا 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 وانا حسيسة اسمع كلمة كده ولا كده هتجموت. لا بعد الشر يا اختي. اصل البت نادية دي زي عمتها واقطع دراعي. اما كانت بتنجل لها كل كلمة وكل حرف بيتقال في البيت هنا. طبعا ودي عايزة كلام. بس قوليلي نعملوا ايه؟ معرفش بس لازم أن الواد مروان ده يكرهها يشوفها كأنها عزرائيل قدام. يا اختي حياتك عندي ما خلت حاوي ولا مخاوي الا ما روحت له. فيش فايده. حاوي ايه ومخاوي ايه؟ انت عايزه تخطيط على كبير. حاجك ده تخلي الواد مروان يشوفها جرده يحلف ميت يمين ما تخش البيت تاني وابوها عبد السلام ينكسر قلبه. يا سلام يا فوزيه يوم المونه يا اختي. وساعتها
أجوز ست ستة على مزاجي. أنا اللي غلطان، أنا اللي عملت كده في نفسي. ما تحطش في بالك، ما تحطش في بالك يا عم، كل حاجة هتصلح، وأبوي أنا اللي هكلمه. بس أنت لازم تجيب الراجل اللي نصب عليك ده. هيحصل، وحق جلال الله لا يحصل. قول لي يا عم أنت عامل إيه؟ والله مش كويس يا مروان. اللي حصل ده خلاني عرفت إن ما كانش لازم أسيب البلد واصل. هو إيه اللي حصل؟ لم يحضرك أكتر من كده. ده أنت اللي بتجيب الفلوس. خلاص. ما عادش في العمر يا مروان. البنات كمان كبرت. بنات عمي رجاله. تعال يا عم. بقول لك ايه يا مروان؟ قول. ما تبقى تجيب مرتك واختك وتيجوا تزورونا. هيحصل. يعني احنا المفروض ان احنا نوض بعض. هيحصل يا عم. انا كنت بفكر بكده. وابوي انا اللي هكلمه وافهمه على الفوله. والله ابوك ده يا اخي انا مستغرب. يعني يكفي الموبايل وما يقولش لحد هو فيه. انت عارفه. لا 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 علي الطلاق. انت راجل اي كلام؟ ازاي تنزل البلد من غير ما تعد علي؟ والله العظيم تلك احلف بالله العظيم ولا تخطها على لسانك. انا زعلان، زعلان قوي كمان. انت المفروض اول ما تنزل البلد هنا تعد علي. والله كنت جاي لك. جاي لي؟ جاي لي ميت بعد ما الليل بيدخل علينا ولا ايه؟ وبعدين قوم يلا تعالى نتغدى مع بعض. يقوم روح فين يا عم؟ ولا كلمة. انت كيف تسيب البنت تطلع من البيت؟ هي اللي هبت وخدت فدلها. خدت فدلها؟ تديها بالجزمة تحبسها في الأوضة وتقفل عليها بالمفتاح. أنا زهقت 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 يا ولد. دي غيرة نسوان وشغل حريم مش هيخلص. يا عبد سلام، النسوان محيرينه يعمل ايه الراجل؟ امه ومرته. امه طبعا. انا بقول لك اها، امك لو عملت فيها ايه تقول لها كمان، وزيدي يا خاله، ولو فتحت خشمها تعال قول لي. والله يا عم انت اللي بتصبرني على اللي انا فيه. طيب يلا نقوم نتغدى وتاخد مرتك وانت ماشي. وبعدين اتوحشت عمك، عايز اقعد معاه شوي. يلا يلا مروان يلا. تفضل يا عبد السلام. رد بقى يا عبد الله، رد، قلبي وقع في رجلي. رد الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر من عندك. في ايه مالك؟ ما تقلقنيش عليكي. مفيش حاجه، سيبيني في حالي يا زينب والنبي عشان خاطري سيبيني. لا انا مش هسيبك في حالك، انا عايزه اعرف في ايه. يا بنتي بقول لك سيبيني في حالي، وما اقدر هتفتحوا لي. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا ماما، عشان انا خلاص مخي هيشت مني. عايزه تعرفي ايه اللي حصل؟ ايوه يا ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل. ان النوس يا اختي بتاع امه اول ما عرف ان ابوكوا فلس طفش، خدله في سنانه وقال يا فكيك. وامه أول ما شافتني ما صدقت، كأنها لقيت لقية قدامها، وهاتك اديله. يا دماغي، دماغي. هو مين ده اللي فلس يا ماما؟ أبوك يا زينب، أبوك فلس. لا لا فهميني، أنا مش فاهمة حاجة خالص. والله العظيم أبوك فلس. لا الحقيقة. تعالي تعالي اقعدي. دماغي يا اختي، دماغي يا اختي. انا مالك، انا مالك. دماغي ماما. اطلع من الحركات دي يا ماما. دي يعني شكلك كده كنت بتسأليه هو بيحبني ولا لا، عشان يعني خايفة عليا مش كده؟ ما سألتوش يا بنتي ولا اتكلمت معاه. هو عارف من السوق، السوق كله، السوق كله عارف ان عبد الله فلس، عشان كده ابوكوا سافر راح لاخوه في البلد ياخد منه مراسه، يمكن يقدر يحل ازمته دي، يمكن. يا دماغي. وديني اوضتي،
يعني ايه؟ يعني كل حاجة كل حاجة؟ يعني خلاص بقينا على الحديدة ولا أزمة وهتعدي وخلاص؟ بتنجي انت بالذات دونا عن اخواتك مش عايزه اسمع اسمك خالص، مش عايزه اسمع صوتك، بتنشزي وحشه. امشي. والعمل يا ماما؟ امشي بره، العمل اسود ومنيل على دماغي يا بنت. امشي من خلقتي يا بنت. لازم اعرف برضه ايه اللي حصل. امشي يا ريتان. لما يجي ابوك يا اختي بقعدي معاه واساليه، اساليه، مش عايزه اسمع صوتك يا بنت. ما اهدي بس شويه، تلاقيكي فهمتي الموضوع غلط من بابا. لا لا يا شهد، ما فهمتش غلط يا بنتي. وابوكي لو عارف ان الموضوع فيه سوء تفاهم ولا فيه غلط ما كانش لابس وتهندم وعصر على نفسه شوية ليمون ونزل لاخوه عشان يطالب بحقه وبورثه عشان يفك الازمه اللي احنا فيها. بابا لا يمكن يعمل حاجه زي دي الا لو فعلا في كارثه. يسلم في امك يا حبيبتي، يسلم نفوخك ودماغك. احنا فعلا في كارثه كبيره قوي، كارثه ملهاش حل. سيبك انت من كل ده، المهم يا حبيبتي ان انت كويسه وبابا كويس. ايوه احنا مش خايفين على الفلوس. فلوس ايه بس اللي بتتكلمي عليها؟ المهم انتم. يا ريتها كانت مشكله فلوس. لا المشكله اكبر من كده. بعد الكارثه اللي احنا فيها دي ابوك طلع مديون، الراجل شريكه اللي كان مشاركه الحرامي ابن الحراميين، خد كل الفلوس بتاعت الكارد اللي ابوكوا عاملها باسمه وطفش فص ملح وداه. انا خايفه على عبد الله قوي، مش عايز ده يتبهدل بعد العمر ده كله. كان مستخبلنا فين ده بس يا رب، كان مستخبلنا فين ده بس يا رب. رايحة فين يا زينة؟ هكلم يا ماما مدير البنك اللي بابا واخد منه الكارد، أنا أعرفه كويس، هكلمه أشوف الوضع عامل إزاي. ما تريحي شوية يا ماما، ما تفكريش في أي حاجة، طز في أي حاجة. طز؟ طز. طز في اللي أبوك رايح له، وطز في العقربة ومراته، مرات أخوه. أنا صعبان علي أبوكي، هيقف قدامهم ويتذللهم عشان خاطر الفلوس. يا ما قلت له اطلب ورثك، اطلب حقك عشان يومنا غير زي ده. ما سمعش كلامي، أبوكي ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش. ماشي. انت بقى برضه ما بيردش. انت بتكلمي مين؟ مش هستريح الا لما اديله كلمتين في جنابه. انا هوريه ايه الاسلوب ده. انسي خلاص، ده انت حتى لو شفتيه في اي حته في الشارع ولا كانك شفتيه ولا تعرفيه قبل كده ولا كأني شفته. ده ايه؟ هو انا هسيبه؟ حياة امي ما هسيبه. استني ثانية واحدة مدير البنك. الو، ازاي حضرتك؟ انا زينب عبد الله. الحمد لله كويسة. انا بس كنت عايزة استفسر من حضرتك عن حاجة تخص بابا بعد اذنك. اوكي. الحقوني. شكرا. الحقوني في ايه؟ ماما وقعت مني. ايه؟ ماما مالها؟ ماما في ايه؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ على مهلك سنديها. كلمك يا ماما. على مهلك
واحدة واحدة بالراحة. بالراحة. ألف سلامة عليك يا حبيبي. الو دكتور محمد. عبد الحكيم راسه ناشفه صح وقلبه جامد، بس والده حلال ومش حيسيبك، وانا عارف الكلام ده. انا ما اعرفش اعمل ايه يا عبد السلام. على اليمين انا لو لاقي سكه ثانيه لا كنت اتكلمت في حاجه ولا طلبت حاجه. انت مالك بتتكلم كده كانك بتاخد حق مش حقك؟ ده مالك؟ ورثك عن ابوك انت كنت سايبه بمزاجك، مش معنى ذلك ان انت مالكش فيه. أنا قلت يعني طالما ربنا كرمني وفتحها علي خلينا حبايب أحسن، وزكاة الفلوس حتشيلنا من بعضينا بلاها الفلوس من أصله. بقول لك إيه؟ اجمدك ده، أنا عايزك راجل من الآخر، ولازم تعرف إن أخوك يديك عينيه التنين، بس أهم حاجة تبعد العقرب اللي عايشة معاه ده. يا عم لا بعد ولا قرب ماليش فيه. أقول لك أنا هقوم عشان ألحق أروح. تروح فين؟ أنت هتبات هنا النهاردة وأنت حابب تمشي في الظلمة دي؟ جري يا عبد السلام، هيك ما عرفش أختك كريمة أنت، زمانها قلب الدنيا. كلمها في التليفون يا أخوي. ما ينفعش يا عبد السلام. لا يا مروان. طب احكولك أنا مش عاوز أعيش معاك، أقول لك طلقني. البت دي عايزة قطع رقبات. يا عبد السلام، البنات ما تجيش بالعافية، تجي بالراحة. بالحنيه. انت اتجننت يا ناديه؟ اتجننتي؟ بتبجحها فيا وبترفع حسك كمان؟ انا خلاص زهقت، ما عادش عندي طاقه. قسما بالله انت لو مكاني ما تتحمل دقيقه واحده. امك صعبه قوي، واللي زاد وغطى الست فوزيه وكنتسه شمس. ايه يا بنت؟ صوتك عالي ليه؟ انا مش هروح معايا ابوي الا لما يجيب لي حقي، ويوعدني قدامك انه هجيب لي بيت ليا لوحدي. مروان ممكن تسيبنا لوحدنا؟ اسيبها كيف؟ اسيبها كيف يا عم؟ وني؟ من فضلك يا مروان سيبنا دلوك. اطلقك؟ ايه يا بنت؟ عايز الناس تقول ايه؟ عبد السلام ما عرفش يربي بنته؟ انا مش قليله ولا رميه عشان يعملوا اللي عملوه وارجع لهم تاني. تعملي ايه يا بنت؟ انت عايزه تعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ هتضربني؟ برضه هعمل اللي في راسي، مش كفايه اللي عملته فيا؟ عملت فيك ايه هاني بقى؟ خاب املي، طلعتني من العلام وانا كنت احسن واحده. كان زماني دلوقتي دكتوره ولا مهندسه، لما كانش في حد في الناحيه كلها في عجلي ولا نبهتي. صح ولا انا غلطانه؟ هي صح، واخرتها ايه؟ كنت هتتجوزي وتقعدي تخدمي بيتك وعيالك. لا، كانت هتفرق قوي يا ابوي. ما كانش حد رفع عينه فيا وقال لي جوزك متعلم احسن منك وانت يا دوبك محصلاه بالعافيه. كان زمان راسي براس كل اللي في البيت. بقول لك ايه يا بنت؟ بلاش الكلام الخايب ده وروحي روحي مع جوزك. لا، ده مش كلام خايب، دي الحقيقه وده اللي حصل. وانا من النهارده وطالع مش هسيب حجي ابدا. وهو ما كانش هيرجع لي حجي ويحمي كرامتي يسيبنا احسن. أنا مش عاوز أرجع البيت ده خالص. هو أنا بتحايل عليك ولا إيه؟ ها؟ ارجع بيت جوزك. طب خليك فاكر إن أنت اللي بتجل مني، وأنت اللي بتخليهم يرفعوا الشبشب فوق دماغي، وأنت السبب يا أبوي. يعني هي دلوقتي كويسه يا دكتور؟ اه تمام الحمد لله، بس الضغط عالي عليها شويه. هي مش المفروض بتاخد دواء ضغط؟ اه بتاخد الدواء. طيب انا كتبت لها الدواء ده كمان، ويا ريت تاخد الاثنين بانتظام ان شاء الله. بس انتوا يا ريت ما تزعلوهاش، هي شكلها كانت زعلانه من حاجه جامد قوي. ماشي يا دكتور. بس يا ماما بقى، بس يا ماما انت مش سامعه بيقول ايه؟ بس يا حبيبتي دماغي بتوجعني قوي. ما تنساش تقول لابوك اني جيت وما لقيتوش. حاضر يا عمي. لما ياجي يبقى يكلمني في التليفون. انا بقول اتبات عندنا النهارده. لا، انت عارف مرات عمك ما تقبلش ان ابات برا البيت. يلا سلام عليكم. مع السلامه يا عمي.
مروان تعال. كان بيقول لك ايه؟ بقول ايه يعني؟ يا أمة انت كان لازم تمسكي فيه عشان يبات عندنا. قلت له مرضيش. ومالك زعلان مني ليه؟ عمتك فوق، روح اسأله. تعال هنام. هتروح فين وتسيب لنا المطينة دي؟ مطينة مين؟ نادي يا اخوي، قلت لك طلقها، ما تسمع كلامي، بدي دي فقرية وهي اللي فقراك. راح فين وما بتردش علي؟ شغل شغل يما، عندي شغل. سلام اخوي. واتخايب. ايوه 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 عشان تعرف بس انك انت ندل. يعني انا جيت وسلمت عليك وعامله معاك احلى واجب وبرضه ما حاولتش ان انت تنزل تقعد معايا. كنت لسه هنزلك. اتفضلي. انت زي ما انت، ما بتحبش تروح لحد. اقعدي. انت فاهماني غلط. لا فاهمك صح قوي. وانا بقى لما كنتش فاهمك صح ما كناش بعدنا عن بعض. لو كنت فهمتيني صح كان زمانك معايا لحد دلوقتي. وكنت عملت لي ايه بقى ان شاء الله؟ لبستني الجرجرة والبرقع وقعدتني في البيت. وماله؟ انت طماع يا عبد الحكيم. انا عمري ما كنت طماع. لا طماع، وما بتحبش الا نفسك. والمشكله بقى انك انت مش شايف ده، وشايف كل اللي انت بتعمله صح، وعايز كل الناس تمشي وراك وتقول لك امين، رغم انك انت بتخسر كل الناس اللي حواليك وبرضه ما بتحرمش. انا قطر ماشي في الدنيا وليه محطه هيوصل لها، واللي عايز يبقى معاي يركب القطر، فاهمة؟ طب انزل في محطة الناس اللي عايزاك، الناس اللي بتحبك. اللي بيحبني يركب القطر معاي، وإلا ملوش عازة. انت زي ما انت، مش هتتغير أبدا. على كل حال، ايه رأيك؟ أنا عندي شو حلو قوي النهاردة، انزل كده سلي نفسك معايا. لا ماليش نفس. ايه؟ ما بقيتش تقدر على السهر زي الأول ولا ايه؟ هو فين سهر زمان وقعدات زمان؟ السهر دلوقتي بقى ماسخ ملوش طعم، شغلانة بيعملها اللي عايز يلها بقرشين مش عشان يبسطك. في دي بقى عندك حق. عبد الحكيم اوعى تسيب الاوتيل من غير ما تقولي. حكيم انا زعل قوي. وانا اقدر برضو على زعلك. على السلامة. وبعدين في الورطة دي. والله والدي حلال. تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. انا عايزة اخلص معاك موضوع بتاعي ومش هنام ولا يرتاح لي بال الا لما انهيه، ودي فرصة. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريدة. هو ايه ما يصحش؟ اللي اكادة انا اول مرة اشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ أنا خايف عليكي. الناس هيقولوا إيه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم قهوتك إيه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهاردة، إيه رأيك؟ يا ست فريدة ما يصحش يا ست فريدة. إيه ست فريدة؟ ست فريدة دي؟ بقول لك إيه؟ أنا اسمي فريدة. إيش حال إن إحنا طول العمر جيران، وأنت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح. الله يرحمه. أنا عاملة جوز حمام إنما إيه؟ بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت. اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. يلا هسيبك بقى عشان الحق انام عشان اصحى اشوف شغلي. استنى هتروح فين؟ انا هستحمى في السريع ونروح نقعد شويه على القهوه. لا قهوه ايه؟ انت همك حاجه؟ ما انت صاحب المال يا سيدي، ما حدش هيقول لك تلت التلاته كام ولا كاني ولا ماني. انا لازم انام عشان اصحى اشوف شغلي، عشان اخوك مروان ما عندوش اعذار. على كيفك. السلام عليكم.
بتعمل ايه؟ وجعت قلبي. عارفة لو أمي ولا فوزية شافتك هيعملوا فيك ايه؟ وطي حسك، تعالى تعالى تعالى. انت مش هتحرمي؟ لا مش هحرم. طب ايه رأيك ان انا هقول لأمي انك كنت بتتصنطي عليها؟ كده يا حسن؟ وانا اللي بقول عليك احسن واحد في البيت ده وانت اللي ناصفني؟ فين جوزك؟ انا عارفه طلع. انت مش خايفه يكون متجوز عليكي؟ يقدر يقدر يتجوز عليا، اخوك بيحبني بيموت فيا. المهم انت كنت بتتصرمح فين؟ بتصرمح؟ ماشي يا نون، هسامحك بس عشان انت طيبه وبنت حلال. بقول لك ايه، ديري بالك عشان امي شايلاكي فوق نافوخها وزعجه، ولو شمت ريحه الجريبه من الباب هتولع فيكي. ليلتك سعيده. تولع فيه؟ مطرح ما يسري يمري. بقول لك ايه، انا ممكن اعمل مشكله مع ابوك، بس بقول الطيب احسن. ما تزعلش مني، يعني فارد قوي واخد بباله ان اللي يقول عليه الناس تقول عليه امين، بس مش علي. انت ما تعرفيهوش، طيب قوي. طيب مش طيب دي حاجة بتاعته. بس أنا عشان خاطرك أنت ساكتة، وقلت ننهي الحكاية دي ونحلها ودي. أنا بقول نتكلم الصبح. هو في إيه مالك؟ زي ما يكون في حاجة بتقرصك وأنت قاعد. مش للدرجة دي. أيوة كده، فكها واضحك، الدنيا مش مستاهلة حاجة. شوف، أنا مش زعلانة من الحج بيعمله، بس الحج حق. هو طلب وأنا قلت لا. ما ينفعش يبقى خلاص ولا إيه؟ أنت صح. طيب أنا عايزك تقول له إني فريدة مش واقفة قصادك ولا بتعاندك، بس أنا يعني زي ما أنت شايف ست وحدانية، بصرف على نفسي وبعمل كل حاجة لنفسي. يعني زي ما بيقولوا كده، ولية محتاجة ليوقف جارها. معاك حق. إلا بالحق، أخبار نادية إيه؟ كويسة؟ هي مش ناوية تجيب لك عيل كده يملى عليكم البيت؟ ما تاخدها للحكي. الموضوع بتاعك هنتكلمه في الصبح. هتيجي تاني؟ هاجي. ولا تحب تجي لك انا؟ لا ما تتعبيش روحك. متشكرين على الحمام. ده انت مفيدة. نعم. اعملي لي قهوة هاتيها على جو. حاضر. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني لو كلام مدير البنك ده طلع صح، يبقى حتى لو بعنا البيت اللي احنا قاعدين فيه ده برضه مش هنعرف نسد الدين. ونبيع ليه ان شاء الله؟ هو احنا فقراء؟ ده احنا عندنا ارض وتجاره وورث يخلونا ملوك. وانت بقى يا ست الملكه فاكره ان عمك ومرات عمك هيدوكي كده ارضك وتجارتك وكل الحاجات دي بسهوله؟ يعني هو عنده استعداد ان يشوفه بيتسجن ويسكت؟ ده يوم المونه بالنسبه لعمك ومرات عمك وولادها كمان، ده زمانهم عاملين فرح دلوقتي. خلاص نرفع قضية. وهو أبوكي بقى هيرضى يقف قدام أخوه في المحاكم؟ الله، اشمعنى هو عنده استعداد إنه يشوفه بيموت وهو ساكت؟ أنا هقوم أكلم المحامي. يجي بقى ونشوف هنعمل إيه، بدل ما أنتِ محامية كده على قدك. أوعي تعملي حاجة زي كده، بابا لو عرف هيزعل جدا على فكرة. وبعدين هو بس اللي من حقه يقرر هيعمل إيه وإمتى. يا سلام، وإحنا بقى نقعد نتفرج. يا ستي استني بس لما يجي ونعرف هنعمل ايه. انتوا ايش عرفكم يعني الامور اتحلت ولا ما اتحلتش؟ من الواضح ان الفلوس بتلحس عقول البني ادمين. او عمك ده من نفس نوعيه البيه اللي كنت هتجوزه، هو ومراته وعياله، الفلوس هي امهم وابوه.
انا بقى من زمان مش عاجبني الحال ده. انا ليه حق؟ هاخده يعني هاخده، ان شاء الله ارميه في الشارع، ارميه في البحر، المهم مش هسيبه لهم وخلاص. بابا مش سايب حقه، انتوا بس فاهمين غلط. هو النظام عندهم في العيله كده، الكبير هو اللي بيحكم في كل حاجه، التجاره بقى والمال كل حاجه. غلط مش صح. وابوكي موافقته على الكلام ده من الاول غلط، وهو لما ساب كل حاجه من زمان لحد دلوقتي خلاص اللي خدها اعتبرها بتاعته، حقه وملكه، ولما تيجي تطلبيها منه كانك بتطلبي حاجه بتاعته مش بتاعتك. كلامك صح يا شهد. زينب. ماما. زين ريتيل. خلي بالك تفتح بقها بحرف، ولا تقول له ان هي عرفت اي حاجه. هو مش ناقص، مش عايزين يشيله هم اكتر من اللي هو شايله. فاهمين ولا لا؟ حاضر يا ماما، حاضر. كفايه اللي حصل له، استرها معانا يا رب، ارشدنا للطريق الصحيح، استرها معانا يا رب، يجيبك بالسلامة يا عبد الله ويهون عليك. اوعوا يا بنات، اوعوا. لو عارف ان انتوا عرفتوا يجرى له حاجة وتبقى انتوا السبب. ربنا هيفرجها ان شاء الله. ربنا هيفرجها. لو سألكوا في ايه قولوا له ماما وقعت في الحمام تعبانة شوية. بس استرها معانا، استرها معانا يا رب. عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه فيه، مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. يا بنت الحلاوة دي، والله صرخ ولم عليك الناس. صرخي، انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني يا ست. انت مجنونة، انت اللي اتجننت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك. بحبك؟ تحب ايه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف، ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه يا حسره؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت، خرب بيتك على بيت حلاوتك. هو انا مش عارفه بقى، انت عامل خاصيه للتليفون ولا انت مديه نمره مضروبه؟ انا بحاول اكلمك من امبارح. خير؟ يعني اولا انا كنت جاهزه الدل عليا. انا قلت لك اعتبري هديه من عندي. انا والله مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي واسفه مره تانية. اسفه على ايه؟ هو انا متطفله عليك ولا حاجه؟ لا لا ابدا. طيب هتتمد معي؟ يعني لو ما فيش عندك مانع. انا ندى اسماعيل. عبد الحكيم عبد الجواد. انا هستني في فيلم. انت كنت هنا ليه؟ الصراحه يعني انا ما كنتش نازله هنا ولا حاجه، انا كنت معزومه. كيف يعني؟ بصراحه بقى انا مش عارفه انت هتفكر فيا ازاي، بس انا مش متخيله ان في حد كده محترم زيك الايام دي. بص بقى، انا مش عايزه اخسرك، وكمان مش هكدب عليك، انا كنت معزومه مع ناس صحابي نقضي اليوم يعني، وبصراحه بقى اللي كان متكفل باليوم طلع رخم، طلباته اوفر. كيف يعني؟
اوفر يعني. فهمت. لعلمك انت، انا بحب اخرج اتفسح العب، انما ما اصحش زاد عن اللزوم. ايه هو انا تقيله قوي على قلبك للدرجه دي؟ عامه انا متشكره قوي واسفه مره تانيه. احنا لسه ما تعرفناش على بعض. انت بتشتغلي؟ لا. امال عايشه منين؟ اهو بقى. لا لازم تشتغلي، ايوه، عشان ما تحتاجيش لحد، هو ده الصح. انت عايشه مع مين؟ مع جدتي. مع جدتك؟ فين؟ في مصر الجديده. اه مصر الجديده؟ اه مصر الجديده. لعلمك بقى انا من عيله كبيره وكبيره قوي كمان، بس هو يعني الزمن. ايوه مصر الجديده. عبد الحكيم هو يا اسحاق، ما تغيرش. مين قالك ده؟ الدنيا بتغير اي حد يا ست دليده. اسمع مني بس، هو زي ما هو عبد الحكيم، هو يمكن بقى اتقل شويه اهدى شويه، بس الدماغ هي. اي نعم انا عرفته السنه اللي فاتت بس حبيته. حبيتيه؟ كانك بتتكلمي بجد. ده احنا لسه على الابواب، ناقص تقول ان هموت نفسي عشانه. ايه شغل الافلام الهندي ده؟ اه يا اسحاق حبيته. وبقول لك ايه، انا مش من زمان ان انا احكي لك حبيته امتى وازاي. يا بختك يا حكيم، طول عمرك بختك عالي، وانا اللي حظي نحس في كل حاجه. ليه بس يا حبيبي؟ ده انت حظك زي الفل، ده انت عندك واحده ست مفيش حد زيها. عموما انا جبته زي ما طلبتي، انت ناويه على ايه عشان ابقى فاهم؟ ابدا، ناوي يعني اكبر حجم الاستثمار بتاعي. بفكر كده اخد فندق 3 نجوم في الغردقة. فندق في الغردقة؟ فكرة زينة والله. بس يا خسارة، عايزة تمويل. ايوه ما تقولي كده من الصبح عمالة تلف وتدوري وتقولي بحبه وبفتكره. قول انك انت عاوزة فلوسه. طب وايه يعني؟ يعني الفلوس اللي انا هاخدها هو مش هياخدها تاني وفوقيها متبوسة؟ وبتقولي عبد الحكيم لسه ما تغير شيء. امال انت تبقيها؟ ما انت زي ما انت. طول عمرك تحب الفلوس وتجري وراها زي الرهوان. وبعد ذلك يا كريم، فلوس ايه دي اللي تزعلك وتخليك تعمل في نفسك ده؟ تصرف الفلوس. انا مش زعلانة على الفلوس يا عبد الله، انا خايفة لا نتبهدل على اخر الزمن. ان شاء الله ما نتبهدلش، وربك يستر. ولعلمك انا اقدر اقف واشتغل زي الاول واحسن كمان. عارفه، بس طمني وقول لي ناوي تعمل ايه. والله يا كريم لحد دلوقتي ما في حاجه في دماغي، انما الحاجه اللي انا متاكد منها ان ربك ان شاء الله هيعدلها. احنا ياما مر علينا وعدينا الحمد لله. ربنا كريم. طب والبنات يا عبد الله؟ البنات هيحصل لهم ايه؟ البنات حال. ابو سيدك يا كريم، ما تشيلنيش هم فوق همي. أنا كل طلب منك إنك تاخد بالك من نفسك، وإن شاء الله الحكاية هتبقى زين. إن شاء الله. قولي عملت إيه مع عبد الحكيم؟ وقابلك إزاي؟ عبد الحكيم ما كانش موجود هناك. نعم يا أخويا، نعم يا سي عبد الله، يعني إيه ما كانش هناك؟ تلاقيه قابلك مقابلة زي الزفت، والعقربه مراته اديت لك كلمتين سم في جنابك وهي واقفه جنبه، صح ولا انا غلطانه؟ على اليمين ما كان هناك يا كريم، الوحيد اللي كان هناك مروان ولد، والحقيقه الواد قابلني مقابله كويسه قوي. صدق يا عبد الله، عيلتكوا دي كلها ما فيهاش غير مروان. الحقيقه هو واد ابن حلال، انت عارف ان الواد ده كان نفسه يخلص كل حاجه وانا هناك، بس يعمل ايه؟ الحكايه كلها في يد عبد الحكيم. بقول لك ايه يا عبد الله، انا عارفه يا حبيبي ان ساعات كلامي بيبقى تقيل على قلبك كده، بس اسمع اللي هقوله لك ده كويس. انا عايزاك لما تقابل عبد الحكيم اخوك تحط عينك في عينه كده وتوقف ملك نفسك. ما تبقاش طيب زي ما انت كده، وتقول له يا عبد الحكيم يا اخويا، هو انا عمري طلبت منك حاجه ولا سالتك ليا ايه ولا عليك ايه؟ يا راجل
اللي انت بتطلبه ده ما يجيش حاجة، ما بصريش. انت لو حسبته صح هيبقى لك قد اللي بتطلبه ده مليون مرة. لعلمك بقى، لو اخوك ده كان كل شهر بيدينا سحتوت سحتوت ما كناش وقعنا في المصيبة اللي احنا فيها دي. وعبد الحكيم هو سبب في اللي انت فيه. يا ولية حرام عليك. لا مش حرام يا عبد الله، ما هو لو كان اداك حقك ونصيبك بما يرضي الله ما كنتش وقعت في شويه النصابين وبقيت في الحال اللي انت فيه ده دلوقتي. خد ريح فين يا عبد الله؟ رايح المكتب يا كريمه. مالك؟ ما ماليش، حقك عليا يا عبد الله، ما تزعلش مني. اصل انا عايزاك تبقى جامد كده، وما تقولش ده اخويا الكبير وده عرف وتقاليد، وابويا الله يرحمه كان خايف الارض تتباع وتتقسم والفلوس تروح كده وتيجي كده. يعني هو لو عايز يوصل لك كان وصل لك يا عبد الله. ايوه ما تبصليش كده، يعني انت عايز تفهمني عبد الحكيم بجلاله قدره ماهوش غير رقم تليفون واحد؟ لا يا عبد الله، معاه طبعا، بس هما مش عايزين يسالوا فينا. عبد الحكيم، عشان تعرف انك كنت ظالمه. ايوه عبد الحكيم يا اخويا، كيف معقول انت من القاهره؟ طب اشوفك. خلاص ما بقوله طب اعمل حسابك ان انت تيجي تتغدى معايا انا والبنات، هنستناك. الولاد هيفرحوا لما تجي تزورنا. خلاص هستناك يا عبد الحكيم. جاي طبعا. مالك يا بنتي مكشره ليه كده؟ ما تفكيها بقى. بقول لك فلسنا يا عزه، فلسنا. ماشي، ما انت قلتيها قبل كده وانا قلت لك سمعت عادي. يعني ايه المشكله؟ انت هتجنني؟ هو ايه ده اللي عادي يا حبيبه قلبي؟ تقولي لي اكره ايه في حياتي؟ اقول لك رد فعل الستات بيبقى اوفر قوي. يعني مش معنى ان باباكي بيعدي بازمه يبقى الدنيا خربت. حبيبتي الرجال الاعمال اللي زي باباكي دول بيبقوا دايما عندهم حل بس مستخبى. ممكن بقى تفهمني بالراحه كده؟ لان انا حاسه كده ان احنا داخلين على مصيبه. اقول لك انا، باباكي مش قليل في السوق، باباكي له اسمه وعايش بسمعته، يعني ممكن يقوم الشركه تاني من غير ولا مليم، بسمعته بس. بعدين بس هو تلاقيه متخبط شويه والدنيا مقلوبه في دماغه عشان في بدايه الازمه. انا بحس كده وانا بسمعك ان انا بتفرج على برنامج في التلفزيون مثلا. انت بتريقي يعني؟ على فكره انا بتكلم صح. عزت انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا عارفه يعني ان هو سؤال اهبل وساذج، بس هساله لك بقى وامري لله. نبي تخلصي يا شهد. عزت هو انت بتحبني بجد يعني، ولا علشان بابا غني؟ قصدي يعني كان غني. عشان بحب فلوس يا ابوك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ وانا احبك عشان فلوس ابوك يا عبيطه؟ انت شحات يا ابني اصلا. ماشي شحات شحات، تقصدي تقولي ان انا لسه في بدايه الطريق. وبعدين دور على باباكي قبل ما يكون مليونير كان ايه؟ عشان تعرفي بقى ان عزت جاي وجاي بشده وله مستقبل جامد كمان. اضحك اضحك. ضحكتني والله العظيم، بس كلامك منطقي فعلا. يلا انا همشي بقى. ايه ده ايه ده ايه الاسلوب؟ اقعدي يا بنتي، وانا لسه خلصت كلامي عشان تمشي. بصراحة كده يا عزت أنا متلخبطة كده ومش مركزة، وأي كلام هتقولهولي هبقى بسمعه وخلاص. أنا بصراحة مش هرتاح كده ويهدالي بال إلا لما أشوف بابا كويس وماما كمان بقت كويسة، والحوار بقى اللي إحنا اتسحلنا فيه ده خلص وانتهى. ماشي أطلب الشيب ونمشي سوا. كنت فين يا اللي فيه شك في قلبك؟ روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانة، أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي؟ بترد عليا كلمة بكلمتين يا بت؟ وعزة جلالة الله كنت هموت يا ست جبرية، وأنا يعني جبل؟ شغلي ليل ونهار؟ روح روح يا مقصة، سابي معاكي بعدين، امشي عدل يا بت. أهلا يا ديك البرابر. ابتدينا على الصبح. خير يا ست الكل؟ تعالى. أنا جاي أهو. كنت فين يا جمر؟ جمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ده؟ ما انت مستحلي روحك، والراجل اللي مستحلي روحه ده مالهش عازة، وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لي قدام المراية زي البنات، والنص التاني بتتصرمح في الشوارع.
انا زي البنات يا حاجه الله يسامحك. طب لعلمك محدش هينصف العيله دي غيري. بقى مرتي. طب ايه قولك ان العيله دي عن بكرتي ابيها لم تاتي برجل مثلي. ها ولا تلف الصدور علي، قولي كلام افهم. كنت فين؟ كنت بتفسح. فين؟ هتفرق في ايه يا ست الكل؟ ريح دماغك مني. اقول لك ناديه مالها؟ شفتها طالعه فوق السطح، باين لها طالعه الفراجات اللي فوق. تكلم جد؟ وعزه وجلال الله جد. ابو هطين راح فين يما؟ يما اسكت مش حملك يما. وحشينا يا ناديه. طب بشوش عليها. ماشي يما. فوتك بعافية يما. تعال هنا. فيها يا جمر انت؟ وحياة امك. انا هنغلط بقى. تعالي. مالك يا مفيدة؟ انت هتسيبني وتروح فين؟ ايه هسيبك دي؟ انت على ذمتي. اه على ذمتك. ولازم ابقى على ذمتك. طب مش وقته؟ لا وقته. يا بنت وانت تغيبي تغيبي وتجلبي، احنا كنا ماشيين حلوين وزي الفل. واخرتها؟ اخرتها عسل يا عسل انت. بالك احنا لو فضلنا عايشين مع بعض كده فريندلي الحياه هتبقى سكر. فريندي ايه يا اخوي؟ ايه هبقى فاهمك بعدين. يلا سلام. حسن. عيون حسن. طب بقول لك ايه؟ ما تشجطي لنا جوزين حمالك دي وظبطيهم. اصل انا عندي شغل كتير جوي النهارده وبرجع واجع. انا يا حسن. احنا ليلتنا بيضة النهارده. انت لو ما جيتش غيرك هيجي. اسمعني زين، اسمعني زين، الارض السنه دي هترمي والسعر هيبقى في العالي. انا بياع، انا اللي بكلمك، انا اللي بكلمك دلوقتي. بعد كده الحاج اللي هيكلمك، وانت عارفه الحج ما عندهوش خاطر لحد. ماشي. وعليكم السلام. ايوه الحج الكبير ما عندهوش خواطر، بس الحج الصغير بسم الله ما شاء الله عسل، الناس كلها بتحب. اهلا يا ست فريده. بقول لك انا جايه وعندي حل للحكايه بتاعتنا دي. قولي. اشتري انت المحصول اللي عندي. مش فاهم. انا فاهمك. اول هام انا ببيع المحصول على الشجر سنه بسنه، وتاني ما منه انت هتاخد المحصول 5 سنين لقدام، وبكده يبقى بتاعك وانت المشرف عليه. ايه رايك؟ بس ابويا مش عاوز كده. لا انت لما تكلمه هو هيقول لك اه، ده انت حبيبه وكلمتك ليها وزن عنده برضك. والله فكره يا ست فريده. والله زعل منك يا مروان. هو انا اكلمك واجيلك شمال ويمين وانت مكشم ومكشر كده ليه بس؟ هو اهلي ليه؟ ما هو حجم التنين. يا انت واخد بالك وعامل مش من هنا، يا انا اللي عفشه. على بلاطك ده يا ولد الناس انا عيني منك، وهو ده اللي خلاني جيت لحد هنا عشان انهي الحكايه دي. ما حبش يبقى في خلاف بيني وبينك. الكلام ده يا ست فريده. يو انت مال وشك جاب الوان كده ليه؟ ولا انت مش واخد بالك؟ وصل سبع البرومبي.
بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. إيه القمر ده؟ أنا لو أعرف إنك موجودة كنت بيدت هنا. والله يا حسن أنت بتفهم. نفهم بس ده نبو المفهومية كلها، حتى اسألي ميرو. لو أخوك زيك. لا ما تقوليش كده، كانت خربت. هبقى أنا وأخوي. تعلم فكة عشان ربنا يفكها عليك. سلام. سلام يا ست فريدة. استني رايحة فين؟ هوصلك. حسن الدنيا عتمة. حسن السكة واعرة. بنت هتموت عليك يا راجل. عمك كان هنا. عمي ايه وبتاع ايه؟ خلينا في الأهم. أهم ايه؟ بقول لك عمك كان هنا. نعم. عايز تقول ايه؟ هات اللي عندك. عمك كان عايز فلوس. وانا مال انا يعوز ولا ما يعوزش؟ دي حاجة اتكلم فيها مع ابوك. انا كل اللي يهمني اعيش واتمتع وبس. انت مش هتكبر واصل. واكبر ليه؟ ما كفاية انت كبير وعاجل. انا مبسوط كده. انت كيف مش واخد بالك من فريدة دي؟ ده البت صاروخ وعينها هتطلع عليك. انت ضايع ومفيش منيك فايدة. تعال تعال بس اقعد. تعال تعال وانا هسمع منك. يا مروان عيش فكها. نادية ايه اللي انت ماسك فيها دي؟ اوعى تغلط يا حسن. نادية دي على دماغي من فوق وانت عارف ان انا بحبها وبعملها زيها زي شمس واكتر. بس انت برضو اخوي حبيبي. دلع نفسك. اقول لك نادية دي مرتك اللي هتفضل في رقبتك طول العمر. انما فريدة دي البسكوتة اللي كل ما تكتم منها حتة تدوب في خشمك. اسمع من اخوك. طول عمرك هتفضل صغير. صغير؟ اهبل. ايوه ايوه مروان. اهلا اهلا. تفضل تفضل. اهلا بالناس الزينه. تفضل. اقعد. تعرف انا مش مصدقه نفسي. انا هعمل لك شاي. انا بقى يا ستي ما بحبوش. انا حره في مشاعري. يا بنتي عيب كده؟ لا مش عيب. هو ايه اللي عيب؟ انت عارفه بابا لو سامعك هيزعل منك جدا. وهو انا يعني هروح اقول لي بابا الكلام ده؟ انا بقول لك انت مفيش فايده فيكي. يلا يا زينب يلا يا ريتال عشان تتغدوا. لا يا ماما انا مش عايزه اتغدى. نعم يا اختي. انزل اقول له تحت ايه؟ عمك تحت وابوك عايزكم تتغدوا معاه. انزل اقول له ايه؟ الست ملهاش نفس. وهو يعني عارف ان انا هنا يا ماما؟ تصدقي عارف ان انت هنا يا برنسيسه. يلا يا بنت بدل ما تجيكي قلم على وشك الواحد. يلا. لا مش يلا. انزل اقول له ايه يعني؟ اقول له بحبك يا عمي وحشتني وتعالى اخدك في حضني والكلام ده؟ والله ما حقيقي. معلش يا حبيبتي تعالي على نفسك شويه. كلمه معلش دي بقى دايخه قوي على فكره. انت عارفه لو عملتي حاجه تزعل بابا انا هولع فيكي. طب يلا يا اختي يلا. اول ما اشوفه هقع من طولي من الفرح. يلا حبيبتي يلا. نور البيت يا اخوي. ده نورك يا عبد الله. عمي ازيك؟ اهلا اهلا يا شهد. اهلا اهلا. عامل ايه؟ ازيك يا بنتي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. وانت كمان اتوحشتكم قوي. اهلا 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 اهلا. منور الدنيا كلها. اهلا يا زينب. ازيك يا بنتي؟ ازيك انت يا عمي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمي؟ يا ريتال ما شاء الله.
بتال كبرت اهي وبقت عجله، زمان كانت شقيه قوي. لا عائلتي يا عمي الحمد لله. الحمد لله، اتوحشتكم يا بنات. وانت قوي. انت بقالك كتير فعلا يا عمي ما بتجيش عندنا. مشاكل. يا الف اهلا وسهلا، يا مليون خطوه عزيزه. اتفضل يا سي عبد الحكيم، الوكل كله جاهز اللي انت بتحبه. اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. يا ساتر. يا اهلا يا اهلا. دردارك. تعبناك يا كريمة. اتعبك راحة، يا سلام. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خش. خد تاج يا اخويا. على راس الترابيزة. خش. اقعد. ها. اقعد يا بنات. يا اهلا وسهلا، منورنا يا سي عبد الحكيم. الحاجات دي لسه كريم؟ لا تشكري، روح انت. يا اخويا. كل الوكل اللي بتحبه عامله لك اهو. يلا سمو. تسلم يدك. ايوه كده، مجيتك حسستنا ان احنا لينا اهل. مشاغل والله يا كريمة. حد ينشغل عن أهله برضو؟ طب قولي الكلام ده لجوزك والبناتك، أنت اللي قطعت العتب من زمان. والله عندك حق، غصب عننا معلش. وشمس ازيها يا عمي؟ بخير يا بنتي. ومروان وحسن عاملين إيه يا عمي؟ مروان زين زين. قولي ونادية عاملة إيه مع مروان؟ أنا عارفاها أصلها بنتي شقية كده وطاقة شوية حبتين. لا والله كويسة وبنت حلال. طب والله كويس إنها طلعت بنت حلال. أصلها كريمة مية قدامك أهو. وعمتي ليه مش بتيجي تزورنا يا عمي؟ ده كلام برضه؟ جرى إيه؟ هو الكبير هو اللي يزور الصغير ولا الصغير هو اللي يجي للكبير؟ ولا عندك حق. لا في دي عندك حق بصراحة. احنا نقضي حديثه ليه؟ كل امال. كل اخوي. ايوه باكل باكل. الحمد لله. دارك. احنا بناكل اهو. خد بدل ما تاكل النواشف دي. الله يخليك. حسيت اني مبسوط. ربنا يبسطك كمان وكمان. بس مخنوق كمان وحاسس الدنيا ضيقة. الدنيا ضيقة عليك انت؟ ان شاء الله يا رب اللي يضايقها عليك ولا يضايقك تيجي له صوتها. تعرف ايه؟ انت الوحيدة اللي بسمع منها كلام زين، كلام يريح القلب. انا ما عارف شيء اللي بعمله ده صح ولا لا. انت هتلبخ تاني ولا ايه؟ انت لازم تعرف اللي بتعمله ده عين العقل صح لصح. والعيب والغلط الكبير اني واحدة تقرب منك وتقولك عينها منك وانت تعمل فيها مسافر. هو ده العيب والغلط. بس انا متجوز. هو انا قلت لك طلقها؟ انت عايزة مني ايه؟ ايه اللي عجبك فيا؟ حاجات كتير ملهاش اخر. حاجات تتقال وحاجات كده ما ينفعش تتقال. حاجات جوانيه يعني. من زمان زمان قوي بصراحه كده انا حطك في دماغي من قبل ما اتجوز الله يرحمه. بس النصيب جاك ده وعرفت انك بتحب المعرقبه اللي اسمها ناديه. ما تغلطيش، مهما كانت تبقى مراتي. لا انا اقول على مزاجي واتكلم اللي انا عايزاه. كان عجبني انك راجل من وهدومك واني اهل البلد يقولوا لو عايز تعرف حاجه او تسال عن حاجه اسال مروان. وده كان عجبني قوي ومالي دماغي. قل لي ايه اللي خلاك تجي لغايه هنا وتخبط على بابي؟ وانا كمان لازم اعرف. اهل البلد كلهم فاكرين مروان مثل الجبل ما بتهزش، فاكرين مروان ما عندوش مشاكل، مروان بيدل العصا السحرية، الكل بيجي يشكي همومه ومحدش عارف اللي جواي. أنا أقول لك نادية،
انت قلبك مش جايبك، مش عايز تسيبها، مش عايز تخليها تحس انك تخليت عنها، وبنفس الوقت يا حبة عين عايز تخلف. انت عشان راجل صح مش عايزها تتكسر قدام امك وابوك، عايزها تفضل كبيرة قدامه، وقلبك واكلك محتار تعمل ايه، وهو ده اللي مخليني هموت عليك. انت من الرجال اللي تحط الست في عينك وتكفل وتثبت عليها. انا مش عايزاك تسيب نادية ولا عايزاك تهدي حياتك. اقول لك من الاخر كده، اللي انت عايزه انا هعمل. مش لما اعرف انا عايز ايه، انا عامل زي الارض المهجوره، الكل طمعان بيه. لا تسكن بيها لا ملائكه ولا شياطين. اقول لك من الاخر، انت زي ابوك بس على اهدى شوي. ابوك بيحب كل حاجه تبقى ماشيه بالطريقه اللي هو عايزها، ما بيحبش حد يغلطه ولا يمسك عليه غلط، وانت زيه ماشي على الصراط المستقيم. انا مش قصدي انك ملاك يعني، انا قصدي انك حابب الدنيا، حابب تعيشها، حابب تبسط نفسك، بس بالصح وانا معك. ساكت ليه؟ كلمتني وقلت لازم اجي لك واديني جيت. خير؟ والله ما اعرف اقول لك ايه. قول. محتاج فلوس بس كده، من عندي قبل العندي. جد؟ تتكلم بجد يا عبد الحكيم؟ جرى ايه يا عبد الله؟ جرى ايه؟ بقى يبقى معاي وانت محتاج وانا اقول لا؟ تجننت يا عبد الله ولا ايه؟ والله ريحت قلبي. تعرف تبان عليك ابيض. يعني معقول علشان الخلافات اللي بينا اديك ظهري؟ لا انت ايه، ما عدتش مننا ولا ايه؟ عايز كام؟ يعني الحكايه كبيره شويه يا سيدي. قول عايز كام؟ 10 مليون جنيه. بسيطة بس يعني ما تأخذنيش، يعني انت عايز المبلغ الكبير ده؟ انا بس عايز اطمن عليك. يعني ازمة وهتهدي ان شاء الله. ازمة كيف يعني؟ يعني جات وقعة كبيرة شوية على شيكات وقروض للبنوك ومبالغ كبيرة جواب حكيم. كيف تعمل في نفسك كده؟ كنت داخل شغلانة افتكرت انها تعديني البرداني خالص، بس تقولي الطمع. هو الطمع، طمعت فخسرت. اكذب عليك واقول لك لا؟ خلاص ولا يهمك، انا حبعت المحاسب اللي عندي عشان يشوف طلباتك ويخلص الموضوع. ولزوم وين المحاسب؟ الحكايه نخلص انا وانت؟ خلص ايه؟ مش فيها حاجات داخله وطالعه ولازم يبقى في ورق؟ ورق؟ ورقي؟ شو يا عبد الله؟ انت هتستلف مني فلوس من غير ورق؟ استلف؟ اظن اني مش غلطان. انا بقول لك اهو، خد الفلوس اللي انت عايزها بس تبقى دين عليك. يعني كده انا مش غلطان؟ يا سلام، ده انت مش غلطان؟ والله انا قلت اللي عندي، اذا كنت انت شايف اني غلطان قول. ماما ايه بتعمل ايه؟ بس تغنط عاجبك الكلام اللي جوه ده؟
عمالية يا لبوكي في المنقة يا خيار، أنا داخلة أديله في جنابه. استني بس إهدينا، إيه اللي حصل؟ الواطي عمك بيقول لأبوكي لو أنت عايز فلوس قال إيه يروح يستلفها منه. يا ستي ملناش دعوة، سيبيهم هما يصفوا، ملناش دخل. أنت يا هبلة يا بنت ولا عبيطة؟ يعني إيه ملناش دعوة ملناش دخل؟ مش ورث أبوكي ومش فلوسكو. أرجوكي ما تحرجيش بابا قدامه، أنا واثقة إن هو يتصرف. إهدي أنتي بس شوية. مين ده اللي يتصرف؟ أبوكي؟ أبوكي ده لا بيحل ولا بيربط. لا بيحل ولا بيربط. يا ماما بقى. أنا حكيم. أنا عايز ورث أبوي. ورث مين؟ أبوي. لا أنا مش هرد عليك عشان ما تحصلش بينا مشكلة. وزي ما قلت لك المحاسب موجود هبعته لك. أنا عايز المحاسبة، بس عايزك أنت كمان وياها عشان نتحاسب. تحاسب على إيه؟ على كل حاجة. كل حاجة ليه عشان مش فاهم؟ شوف يا حكيم أخوي، الحاج عبد الجواد اللي هو أبويا وأبوك الله يرحمه، لما مات ساب حاجات كتير، ساب أرض وبيت وتجارة وعربيات وفلوس كتير تسد عين الشمس. صحيح أنا اتغضب عليا وسبت البيت ومشيت، بس ده مش معناه إني ماليش حاجة. شوف والله دي مسألة بينك وبين أبوك مش بينك وبيني، وأنا مرضتش أقول لك عشان خاطر ما خلكش تحس إن أبوك مات وهو غضبان عليك. مش فاهمك. أبوك باع لي كل حاجة. ايه؟ معنى كل حاجة؟ وانت بقى ما شاء الله يا حكيم، جبت منين الفلوس اللي اشتريت بها كل حاجة دي؟ مش مهم جبتها منين، المهم انه حصل. سيبك من الكلام ده، انت مش جاي تسألني دلوقتي. معنى كده انك بتخونني يا عبد الله، وانا مش معقول اقف جنبك وانت بتخونني. شوف يا عبد الله، إذا كنت عايز الفلوس أنا ما قدرش أقول لك لا، بس الأول لازم أضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. أيوه لازم أضمن حقي. اللي أنت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش 1000 ولا 2000، ده 10 مليون جنيه. بقي الحكاية كده يا حكيم. إيه ما تجيش إلا كده. سبحانك يا رب. تيجي لك عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي دلوقتي ليه؟ عشان تاخد كل حاجه جاهز. هل بزنقة يا حكيم؟ وانا قلت لك مش عايز جنبك، انا بجنبك، بس انت اللي مش عايز من كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان. شوف يا عبد الله، كنت عايز الفلوس انا ما قدرتش اقول لك لا، بس الاول لازم اضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش 1000 ولا 2000، ده 10 مليون جنيه. بقي الحكايه كده يا حكيم. ايه ما تجيش الا كده. سبحانك يا رب. تيجي لك عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي دلوقتي ليه؟ عشان تاخد كل حاجه جاهز. هل بزنقة يا حكيم؟ وانا قلت لك مش حاجه جنبك، انا بجنبك، بس انت اللي مش عايز من كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان. وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمه اطلع فوق. مش طالعه مش طالعه. انت ما بتشهدش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي. عارفينه بالورقه والقلم يا سي عبد الحكيم، واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. بيقول ان انت اللي ورا الحكايه دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عبد الحكيم أنا مش عايز حاجة. يعني إيه مش عايز حاجة؟ وإحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا أخويا. الله، ولا أنت عايز تضيع حقنا؟
من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه توقف الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلق بنت ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش، انا همشي بس خليك فاكر من زمان وانا بقول لك يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بجعالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا ابو حكيم. لا ما خلاص، ولازم اقول لك على كل حاجه. ابوك كان غضبان عليك، عارف ليه؟ عشان كنت عايز تبيع الارض وتشتري في مصر عشان تبعد مع الهانم. ده مش صح يا ابو حكيم. صح ولا مش صح؟ هو ده اللي حصل، عشان كده طلعت من ذمته. ابوك كان غضبان عليك عشان اللي انت عملته. كنت عايز تقعد مع الهانم وبعت ابوك، خليتك تخسر القريب والبعيد. ولعلمك يا عبد الله، اوعى تكون مصدق ان انا صدقتك لما قلت انك خسرت فلوسك وانك محتاج. لا، انت عملت الشويتين دول عشان تاخد الفلوس. عيب يا عبد الله، عيب يا اخويا. شفت ردوده قال لك ايه وعمل ايه؟ عشان تعرف ان انا من زمان في كل كلمه قلتها لك كان عندي حق. خلاص يا كريم، ما عايزش ولا كلمه في الموضوع ده تاني. خلاص، وانا كل ما اتكلم تقول لي خلاص يا كريمه، خلاص يا كريمه. خلاص بقى، خلاص بقى يا ماما. بابا خلاص انسى، احنا مش عايزين منهم حاجه اصلا. ايه مش عايزين منهم حاجه دي؟ لا ده حقنا ولازم ناخده على فكره. ايوه ارتال عندها حق. راح فين يا عبد الله وسايبنا بنهاتي كده؟ مش تيجي نشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا ماما بقى، يا ماما ارجوكي سيبيه دلوقتي، الحكايه دي ليها مليون حل يا جماعه، بالراحه عليه شويه مش كده بقى. طب وبعدين هنعمل ايه؟ المحاكم. المحاكم؟ ايه المحاكم؟ يعني نرفع قضيه على عمي ونقول فيها ان هو شفط مالنا وحالنا، وان احنا بقى عايزين لجنه تحدد ايه اللي ليه وايه اللي لينا، ويقدم بقى هو الاوراق اللي تثبت ان كل ده ملكه وان احنا مالناش حاجه عنده. ولو ده حصل يا ماما يبقى يا ستي احنا غلطانين وحقه علينا، انما لو لينا حق هناخده من حبابي عينيه كمان. حل سليم 100%، وانا مش هتنازل عن الحق ده. بابا مش هيرضى يا ماما. بابا لازم يرضى يا شهد، لازم يرضى، لازم يرضى. زي ما بقول لك كده، انت واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ ان شاء الله اموت. يعني صح، الحاجه سميره عايزاني لولدها؟ اه، بس هي يعني قلقانه. قلقانه من ايه؟ قلقانه منك، خايفه يعني تقولي لا لك منه كان متجوز ومخلف. هو انا يعني مفروض اقول لا لك منه يعني كان متجوز ومخلف؟ بس ما خلاص، مرته ماتت، وبعدين يعني هو كان هيعيش كده؟ ما من حقه يتجوز تاني. خلاص هقول لها. لا تقولي لها ايه؟ اوعي تقولي لها ان انا قلت كده. امال اعمل ايه؟ انت تقولي لها ان انت عماله تفكري ومش عارفه تفتحين ازاي في الكلام، وتجيبيها شمال ويمين وفوق وتحت عشان يعني تعرفي كيف تفتحي معايا الكلام ده. حلو الكلام. وتقولي لها كمان ان انا كنت رافضه خالص لك منه يعني كان متجوز ومخلف قبل كده، وانا يعني لسه ما سبقليش الجواز. زين هقول. وقولي لها كمان ان انا وافقت بعد ما زنيتي عليا وقعدتي تقنعيني. ها، من غير ما تقولي انا كنت حامل كده.
بس اوعي الكلام اللي هتقوله لها ده يخليها ترجع في كلامها. لا هما هيلاقوا في جمالك فين وحلاوتك فين. بس عايزه اقول لك الراجل حلو وبيض ولسانه بينجد سكر. ايوه ايوه يا بنت فاكراه. بس قولي لي هو لسه حلو كده وشادد حاله ولا عجاز؟ ولا يهمك. اقول لك انا يا بابا رايي بعد كل اللي حصل ده، احنا لازم نرجع احسن من الاول 100 مره، ولازم الدنيا كلها تعرف ان احنا هنرجع تاني ملوك السوق. وعمي ده لازم يفهم ان كل فلوسه دي ولا ليها اي لازمه يا بابا، ولازم يعرف ان هو لو كان مد ايده كان بقى هو الكسبان. بتفكر في ايه يعني؟ فينا مثلا؟ ايه يا بابا؟ فاكرنا بقى هنقعد نعيط ونصوت عشان شوية فلوس؟ لا، انت تبقى غلطان ومش عارف انت مخلف مين ولا ربيتنا ازاي. انا عارف، عارف يا بنتي، بس ما يسكوش تتعبوا. مين قال ان احنا مش هنتعب؟ مين قال اصلا ان الدنيا دي فيها راحة؟ هقول لك على حاجة بابا، اللي حصل ده لحد دلوقتي كده زي الفل. لو جت على شوية فلوس في 60 ده يا سيدي، المهم ان انت وسطينا. هقول لك على حاجة بقى، انا من بكرة هنزل معاك المكتب، عايزين نقعد انا وانت كده نظبط الامور كلها ونشوف هنعمل ايه. انت نسيت انا بنجيرة ولا ايه؟ يعني اعرف اظبط كل حاجة كده واستفها كويس. مش عايزك تشيل هم، الدنيا كلها بتحب وكل الناس هتقف جنبك، انت بس اللي مكبر المواضيع. يا بنتي ما تكبرهاش والله، بس انا كان غرضي انكم ما تتبهدلوش. حبيبي نتبهدل ده لو احنا ضعاف، بس خد بالك احنا جامدين وناشفين قوي، انت بس باين عليك انك مش واخد بالك انك مخلف رجاله. سيبك انت بقى من شويه الشعر والمكياج والحاجات دي، انا ادخن شنب في البنك بيترعش كده قدامي. متشيلش هم حبيبتي. ربنا يخليك. يخليك لينا يا حبيبي. عبد الله جه هنا؟ ايوه. وكلم فوزيه؟ بس ايه هي ما خلتلوش. ايه احسن. ايوه. وانت عملت ايه؟ والله انا قلت له اللي عايزه اديه له. اهدي امال يا جبريه، اهدي. انا قلت له لو عايز اي حاجه بس سلف نكتب بيها ورق، والطريقه اللي انا اقول عليها يدفع بيها، ولو اني مش مقتنع بالحكايه اللي قالها لي. طبعا معلوم. اها كل ده تدابير العقربه كريمه، مش هتهمد الا لما تاخد كل اللي هي عايزاه. ده لما تشوف حاله متودنا. ريحت قلبي يا اخويا، الحمد لله. عشيك عاد. ايوه والله جعان يا جبريه. هعمل لك حته واكله تجننك. سد الحلق. انا بقول البلد منور عليه، الكبير وصل. الحمد لله على السلامه يا ابوي. الله يسلمك مروه. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. عرفت ان عمي جه؟ اه. عرفت عايز ايه كمان؟ ايه عرفت. قول لي يا ابوي هتعمل ايه؟ مالكش صالح باللي بيني وبين اخوي. يا ابوي عمي محتاج، لازم نساعده، وده هيقربكم من بعض. للدرجه دي بتحب عمك؟ ايوه بحبه يا ابوي. طب شو بقى اللي هقول لك عليه؟ عشان تعرف ان ابوك عمره ما كان ندل مع عمك، وان عملت له كل حاجه هو عايزها. عمك هو السبب في موت جدك. ايوه جدك اللي كان عايز يشيل عين من عينيه ويديها لعبد الله عشان يبقى مبسوط. اتجوز كريمه، خدته عشان يعيشوا في مصر، قال له بلاش يا ولدي اقعد معانا، لكن هو سابنا. قال له لو مشيت مش هتعاود تاني، ومشي. دي حكايه قديمه قوي يا ابوي. احنا عباره عن ايام بتعدي، واللي بتعمله في حياتك
هو اللي بيبقى لك يا ابوي. انا بقول لك عمي محتاج ولازم نقف جنبه، لازم نقف جنبه يا ابوي. قال لك انه صادق؟ انا متاكد انه مش كذاب. حتى لو ما كنتش كذاب تاخد بالك، هو جه متاه خبط على الباب ميته، ما حس انه محتاج، ما حس انه وقع وعايزنا، ما جاش عشان يسال ولا يطمن. واحنا كمان لا كنا بنسال عليهم ولا مفكرين فيهم كمان. حتى لما كنت اتدلى مصر وافوت عليه احس عيونه عايزه تتكلم، تتمنى انك ترفع سماعه التليفون عليه وتقول له تعال ده اخوك يا ابوي. ما جاش ندمان على اللي حصل، على موت جدك. انت طيب يا مروان، هقول لك حاجه حكمه ويعرفها، اللي يصعب عليك يفقدك. فاهم؟ ايه صعبان عليك عبد الله قوي؟ طلع لي تسد الحنك فوق. حاضر. خبر ايه يا مروان؟ مش ده عمي ولا ايه يما؟ حسك عينك اسمعك نوبه تانيه بتقول لابوك يديله ميلم، فاهم ولا لا؟ كريمه دي نفسها ومن عينها، هتشوفنا مش لاقيين ناكل عشان تؤمر وتتامر علينا. دول بنات عمنا، يعني لحمنا ودمنا يما. ومالك قلبك رهيف عليهم قديه؟ ده احنا يا دوب كنا بنشوفهم. انا الحال ده مش عاجبني. ان شاء الله ما عجبك، اسمع كلام ابوك وخليك طوع، يا إما والله يا مروان أكسر دماغك. إيه ده؟ ألو. زعلت قوي لما مشيت وسبتني. على فكرة انت لازم تشوف لك حل، انا مش عارفة، انا انت شاغل بالي بزيادة. انا عمري ما حسيت ان انا بحبك قوي كده. مروان ما تخافش، سيب نفسك، ما تقعدش تحاسبها. في حاجات لو قعدت تفكر فيها هتلاقيها راحت منك وما عادش ليها طعم. ما تقعدش تفكر بكرة في ايه ولا هتعمل ايه، فكر بس ان احنا نبقوا مع بعض مبسوطين حتى ولو ليوم واحد. انا عمري ما خفت يا فريدة ولا حسبتها زي ما انت حسبها، بس لازم تعرفي أنا عمري ما ظلمت حد. أنا هقول لك الحقيقة يا فريدة، أنت في بالي، في بالي من زمان قوي، بس أنا مش من الرجالة اللي يجروا ورا الحريم. لا مش أنا، بس لما أتأكد من قلبي وأبقى متأكد إني هكمل مع اللي حبيته، أديه عمري يا فريدة، أديه عمري. يا لهوي بالي عليك، الكلام ده طب ما أنت بتقوله أهو. تصدق وقعت قلبي. بقول لك أنت لازم تشوف لك حل، أنا مش هسيبك، أنا خلاص حطيتك في دماغي، وأنت ما تعرفش فريدة لما تحط حد في دماغها بتعمل إيه. أشوفك ميتة. لا لا لا، أنا لو علي أشوفك دلوقك وتيجي وأنت عارف أنا عايزة إيه. أنت فاهم. سلام.
تقام تعزم في الفجرية وديك بخدة وكوكوكو بالفجرية يلا بينا على باب الله. يا نهار اسود، انت عايز ست الجبرية السوداء تعيش وتعمل لي فضيحة؟ مش فاضية، قاعدة مع فوزية بيفكروا ازاي يدمروا العالم. عالم ايه اللي هيدمروه؟ دي هتدمرنا انا. طب وانا عايش كيف؟ بقول لك ايه، خلاص انت واخدها حلوة نفس الوانة ولا ايه؟ لا هي روحي، انت لازم تقول لاخرة اللي احنا فيه ده ايه. تبت بايخة وبتعكن المزاج على فكرة. وانت مش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر كيف وانت موجودة؟ نتجوز. وماله؟ صحي حسن؟ اه صح. طب لعلمك انا كنت بفكر في كده، كنت جاي اتفق معاك بس انت بتكفليني. صح يا حسن. صح يا حسن. عبد الله انت لازم يا اخويا تشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي، وان كان عليا انا مش هسيب حق بناتي ابدا. كريمه بلا كريمه بلا بخيله. الله، اللي انا بتكلم فيه ده مش من حقك انت لوحدك، ده من حق الولايه دول. بقول لك ايه يا كريمه، انا ما عايش اتكلم في الموضوع ده واصل. بابا، عمي قال ان احنا ملناش حق. لو حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ملناش حق فاحنا هنسكت ومش هنتكلم. حق ايه ده اللي بتتكلمي فيه يا ريتال؟ من امتى احنا بنتكلم في الحكايه دي؟ من دلوقتي لازم نتكلم فيها علشان نعرف لينا ايه وملناش ايه. ها ما ترد يا عبد الله، ليهم حق ولا ملهمش؟ ما تبصليش كده يا عبد الله، انت الوحيد اللي هتقدر تقول لهم ليهم حق ولا ملهمش. مالك خايف وقلقان ليه؟ خايف لبناتك يكرهوا عمهم؟ اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، بيكرهوا عمهم وما بيطقهوش. كريم انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه، وكفايه اللي حصل. اتكلم يا عبد الله، ليهم حق ولا مالهمش؟ ليهم كريم، البنات ليهم حق عند عمهم، ليهم بيوت وأرض وتجارة ومال مالوش حد. بس أنا مش حاجة فوق دم أخويا في المحكمة، مش حاجة في المحكمة وأقول للقاضي أخويا مش عايز يديني حقي ويوكلوا علي، مش حاجة في أخويا في المحكمة حتى لو حموت من الجوع. يا كريم أنت حر في نفسك، تموت من الجوع تمد إيدك تقول لله تشهد، بس مش حر يا عبد الله في حق بناتك دول ومالهم. يا ناس يا ناس، مالي وأنا حر فيه؟ لا يا بابا مش حر فيه، وده مش مالك لوحدك، ده مالنا كلنا. يعني لو حضرتك هتتنازل عنه فاحنا مش هنتنازل عنه يا بابا، ولو ماما واخواتي هيتنازلوا عنه فانا عن نفسي مش هتنازل عنه يا بابا، وحقي وهاخده. يعني هاخده. ها ما ترد، ما تقول حاجه. فاكر لما كنت بقول لك يا عبد الله انت بتهنا وبتجرحنا لما تسيب حقنا؟ وهو جبريه هي وولادها بيتمتعوا وبيتمرمغوا في العز وفي الفلوس في عز الأزمة اللي احنا فيها. ناس نفوخ هينفجر، مش عايز أسمع حاجة. لا يا عبد الله لازم تسمعني. خلاص يا ماما أرجوكي كفاية. لا مش كفاية، أوعي إيدي. لازم يسمعني. أنا ريقي نشف معايا، يا ما قلت له روح يا عبد الله طالب بحقك بمراسك، اقف لاخوك ما تخافش منه، ما تعملوش حساب زي ما هو ما بيعملكش حساب. اقف وري له كرامتك، وري له ان انت قد وقدود وليك عنده حق، وعارف ان انت خلاص يا كريم. خلاص تحزن ايه؟ حزن نقف لاخوك، حزن انك تلبط. مش هيحصل يا كريم، مش هقف لاخوي، مش هيحصل حد. بابا انت كويس؟ بابا طب الدكتور بابا أخوك في زنقة يا عبد الحكيم، ولازم تقف جنبه.
يعني اديهم اهلنا ومال ابويا، تاخد البنات ببعته وشمال ويمين، في الاخر كل واحده فيهم تتجوز واحد ملوش عازه، ياخد اللي وراها واللي قدامها. لساك بتفكر اياك؟ لا بفكر ولا حاجه. هو انا مش عارفاك وعارفه ايه اللي بيدور في راسك، وعارفه ان قلبك ممكن يحن ويلين. عايز انا اقول الحق؟ الحق هو اننا ما نسيبش تعبنا وشجانا وشجبونا ونرميه في حجر الحريم ينطوروه شمال ويمين. تعرف لو قلت اه المره دي مش هتسد الحناك اللي هتتفتح عليك. انا سالت عرفت انه مديون فعلا. يشيل شيلته، مش هو اللي اختارها؟ مش هو قال لك زمان انه مش عايز حاجه؟ نسيت ولا فكرك يا عبد الحكيم؟ ايوه، ويا ما قلنا له يا فوزي. خلاص يا قلب اختك، احنا قلنا له اي جواله كمان. نسيت ان هو قال لك اشمعنى انت اللي تبقى في يدك كل حاجه؟ نسيت انه كان عايز يبيع الارض ويضحك علينا اللي يسوى واللي ما يسواش؟ يعني انا مش غلطان لما قلت له لا؟ لا طبعا مش غلطان. غلط ايه؟ الغلط انك ترمي مالنا تحت رجلين كريمه وبناتها. ايوه عندك حق، عندك حق يا حبيبي. عايز اتاخر يا زينب، يقطعني يا ريتني لا اتكلمت في فلوس ولا في مراس. والله يا بنتي ما بتكلم عشاني، انا بتكلم عشان الورطه اللي احنا فيها دي، عشان يدور على حقه. يشبيك يا عبد الله، والله عندي استعداد اقعد في البدروم تاني، بس عبد الله يبقى كويس. اهدي يا ماما، اهدي هو عشان يبقى كويس. الباب يخبط، الباب يخبط. ايوه دكتور. ايه يا دكتور اتكلم قول حاجه. خير يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ لازم يتنقل المستشفى حالا، دي جلطه. جلطه ايه؟ جلطه، جلطه. انا السبب، انا السبب، انا السبب. انا كنت حاسه اني كنت عارف. طب بقول لك ايه، انا عايزك تقعدي انت هنا وانا هقوم بكل حاجه. لا انت تطلب لنا الاسعاف ورجلي على رجلك حالا. العبايه، هاتوا لي عبايه. اهلا اهلا بسيدي الرجاله. عامله لك واكل هتاكل صوابعك وراه. انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ كنت في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا روح الروح؟ انت كنت مع واحده. واحده ايه انت التانيه؟ شم، عاوزك تشم زين يا ولد عبد الحكيم. ايه ولد عبد الحكيم ده؟ انت لفوك اتخلع خلاص. امك عايزه تجوزك صح؟ رحت معها لمين؟ شفت مين وقعدت معاها يا مروان؟ انت اتخبلتي خلاص، اتخبلتي؟ انا مش خبلانه، انا عارفه انا بقول ايه ومش هسيبك الا لما تقول لي انت كنت مع مين. لا انت اتجننتي. مش هتطلع يا مروان الا لما تجر وتعترف انت كنت مع مين. ابعدي من وجهي دلوقتي. ابعدي انا عشان غيري يقعد؟ ما انت خلاص زهقت مني وعايز تغير فرشتك. واسم الله عليك محلو ومسبسب وماشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك. ديك يا اخواتي، وطبعا حارمي البلد كلها مش شايفه غيرك. امال مال وحسب ونسب، واكبر عيله في البلد تتمنى تجوزك بنتها حتى لو كنت متجوز صح؟ وانت عارفه كل حاجه، وعي وشطره، يعني ممكن جوزك يروح منك في اي لحظه بسبب عمايلك دي. امك اللي اختارتها صح؟ ناديا حبيبتي مفيش حاجة. لا عايز يدك عني. ايه قولك ان انا هروح لامك ومش هسيبها الا لما تقول لي هي مين؟ انت مفكر انه خلاص رجعت معاك البيت يبقى كده خلاص؟ لا يا حبيبي، يا حتة من قلبي كله اللي كرمتي. انا رجعت هنا عشان ابوي قال لي ارجعي، لكن ان كان علي انا مش عاوز ارجع البيت ده تاني.
هي وصلت لك ده؟ ايوه كده. طيب انقلعي. مع السلامه. مروان انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تسيبها تغور، دي ما تسواش اللقمه اللي بتاكلها يا اخوي. هي كانت تحلم تعيش في بيت زي ده ولا تتجوز راجل زيك. عيني عليك يا اخوي متجوز عقربه. بخي يا اختي في ودانه بخي. ما هي ناقصه مش كفايه امك جرى يا بت؟ مالك كده عماله تتشرطي وتتأمري؟ فيكي ايه؟ واقفه كده ليه؟ مش قلتي ما عايزاش البيت ده؟ ما عايزاش؟ مضغور في داهيه، ده الباب يفوت قرد مسلسل زيك، ده انا هكسر وراكي خمس بلاليس مش بلاص واحد. بلاليس؟ يا اختي حلوه يا جميله. اوعي يا بت. انت بتنادي يدك على بنتي؟ في ايه؟ انا مش بت. أنا اسمي نادية، واللي هيغلط فيا بعد كده ولا يقول لي كلمة مش عجباني هرد عليه بعشرة. بعشرة إيه؟ بنية. ميت عفريت لما يتنططوا كده ونططوكي زي اليويو. ينططوكي يا بعيدة يا مسحتنا يا اللي عاملة زي المعزة السايبة اللي على حمي وأنا بارد. مين دارت؟ مين دي اللي عاملة زي المعزة؟ حلو قوي، عملتوا ربطية عليا؟ ده نقف قدام عشرة زيكم. وحياة أمك. صح، علميها الأدب يا فوزية. لا 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 يا عمتي، شفتي ده جديد، شوفي لك واحد قديم. الغل واكل قلبك وشايله ومعبيه مني عشان ابوي مرضيش يتجوزك وسابك اتعنسي. خليك كده اهري، ما انا بنت اللي رماكي ولا عبرك. مين ده اللي رماني ولا عبرني؟ ده مهطل. تزعليش يا حبيبتي، ده كلب ولا يسوى وانت اللي رميتيه عشان تاخدي سيد سيده. اهري قسما بالله ما سايباك. روحي الحق يما، دي هتخلص عليها. احسن يقتلوا بعض ونخلص منهم التنين. الو؟ ايوه مين معايا؟ مش دي نمرة عبد الحكيم؟ انا حسن ولده. مين سعادتك؟ انا رتال بنت عمك يا حسن. ايه يا بنت عمي؟ خير في ايه؟ حصل ميتة ده؟ طيب اهدي اهدي ان شاء الله خير. احنا هنجيلك على طول ما تقلقيش. كنت بتكلمي مين؟ بكلم حسن ابن عمك. ليه بقى ان شاء الله؟ مين قالك تعملي كده يا ريتال؟ مش لازم حد يقول لها من يوم ما عملش ايه؟ هو احنا مش اهل؟ لازم يجوا يشوفوا احنا فينا ايه؟ بس ده غلط مش صح؟ لا مش غلط، اللي انا عملته ده هو الصح. مش يمكن عمك لما يجي يشوف ابوكي في المستشفى يعرف ان احنا ما كناش بنكذب عليه ولا حاجه؟ انت بتشحت يا ريتال؟ بشحت؟ لا ما بشحتش، بس بفكر. احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده؟ مش لاقيين ناكل؟ وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هاني، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هانم، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه،
كل الناس دي مش هتلاقيهم. اول ما تبقي مفلسه يا شهد مش هتلاقيهم. احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده؟ مش لاقيين ناكل وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هاني، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هانم، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه، كل الناس دي مش هتلاقيها. اول ما تبقي مفنسه يا شهد مش هتلاقيهم. مش للدرجه دي يعني. وحياه امك وامي هو ده اللي هيحصل، واكبر دليل العريس اللي كان يتمنى بس اقول له صباح الخير، اللي كان بيتصل بيا ليل نهار ما كنتش بعبره، اللي كنت بهزقه ما كانش يقدر يقول لي تلت التلاته كام. ده غير بقى امه اللي كانت بتفضل قاعده قدام امك ساكته غصب عنها وما بتفتحش بقها. اول ما عرفت طلعت الوساخه اللي جواها. بس احنا مش واعيين قوي كده يعني. لا وقعنا، وقعنا قوي يا شهد. لما نلاقي نفسنا على الحديده مش عارفين نعيش حتى بربع اللي كنا عايشين بيه. لما اصحابك يتصلوا بيكي يقولوا لك انزلي سهري معانا، ما تقدريش تنزلي عشان ما معكيش فلوس. طز فيهم كلهم، مش مهم. كلام. كله كلام. بس في الحقيقة بقى، أول ما تقعي مش هتستحملي. أنت هتقلبي دماغي ليه؟ بقولك إيه؟ أنت كل الكلام اللي أنت قلتيه ده ما يفرقش معايا، أنا أقدر أعيش تحت أي ظروف، سواء معايا فلوس أو معيش. ماشي، لما نشوف. أمك لو عرفت إن أنت كلمتيهم هتقلبها مناحة، أنت حرة. لا ما تقلقيش، أنا عارفة أنا بعملي كويس أوي. أنا السبب. يا ريتني كنت اتشليت. يا ريت كان لساني ده اتقطع من لخلوخه وما كنتش فتحت بقي. يا ريتني بدالك يا عبد الله. يا ماما يا ريتني بدالك يا اخويا. كفايه يا حبيبتي. ما حدش يقول لي كفايه. ما حدش يقول لي اسكتي. سيبوني في اللي انا فيه. يا عبد الله يا ريتني كنت اتنقط. ايه يا عزت؟ دكتور قال لك ايه؟ والله خير خير. اهدي بس. قال لك الدكتور خلاص خير. الدكتور قال بس اول ما الحاله تستقر هيتنقل اوضه 10 ان شاء الله، وبعدين يعني كلها يومين اتنين بالكتير وهيبقى زي الفل. يومين ليه؟ هيقعد يومين ليه؟ هو عنده ايه؟ في ايه بس يا ست كريمه؟ اهدي شويه وصلي على النبي. مشكله الصلاه والسلام. هو بس بيقول انه واضح ان انتوا يعني ضايقتوه او تعبتوه في البيت شويه. انا يا اخويا انا اللي زعلته، انا اللي فتحته في مواضيع، انا اللي اتكلمت. يا ريت كان لساني اتقطع، يا ريت كان قلبي وقف ولا كنت فتحت بقي. انا السبب يا ماما. يا ماما عشان انا السبب. صحتك يا ماما. انا السبب يا اختي. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. اه والنبي يا عزت، ما حلفك بالنبي الدكتور قال لك حاجه وانت مخبيها عليا؟ قول يا ابني قول. والله ابدا، ان شاء الله يبقى كويس. عزت احنا متشكرين قوي، تعبناك معانا كتر الف خيرك. لا انا تحت امرك طبعا، انا بس عايز انزل اجيب لكم اي حاجه من جنب المستشفى تاكلوها ولا حاجه. لا 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 خالص، انت كفايه عليك قوي لحد كده، انت يا دوب تروح بقى. لا اروح ايه، انا اصلا واخد اجازه بكره، يعني هبقى فاضي خالص. والنبي يا عزت كفايه بقى، ما تحسسنيش بالذنب، روح بقى شوف انت مصالحك. مش هينفع امشي، انا لازم اروحك انت والست كريمه. لا لا الست كريمه مش هتروح، الست كريمه هتخش تقعد تحت رجلين عبد الله وتشوفه وتحس بيه وتطمن عليه. ما اقدرش امشي. بس اهدي وصلي على النبي، الدكتور هو اللي قال بنفسه ان احنا لازم نمشي، وجودنا ملوش اي لازمه. ما اقدرش. صدقوني والله بجد يا عزت. اه طبعا الحاجات دي بالذات انا ما ينفعش اخبي فيها واجد. طب يلا يا ماما، يلا حبيبتي بقى عشان نمشي. ما اقدرش يا زينب، ما اقدرش اشوف ابوك يا بنتي. بقول لك ايه، انت روحي اتكلي على الله، وانا لو عايز حاجه هكلمك في التليفون. امشي مش هينفع يا ماما، صدقيني ممنوع حد يقعد معاه، صدقيني ممنوع. وانا هجيب طبله، انا هقعد سكته وانا هفتح بوقي بكلمه بس اطمن عليه، ابقى شايفاه وهو بيبربش وبيتنفس. يا بنتي حرام عليكي. يا ست كريمه افهميني، طول ما انت مش مستريحه هو كمان مش هيبقى مستريح. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان هو اكيد حاسس بيكي، وطول ما انت قاعده هنا بتعيطي ومش مستريحه هو كمان هيبقى قلقان ومش مستريح.
لكن لو عرف وحس ان انت روحت البيت وارتحتي هيبقى مطمن والله، وقسما بالله باذنك يا رب بكره تيجي الصبح تلاقيه قاعد في اوضته زي الفل. ابي يا عزت. اه والله الله يطمن قلبك يا ابني. يلا ماما بعدك اسمعتي. حاضر حاضر حاضر. ربنا ياخد بيدك يا عبد الله يا رب، ربنا ياخد بيدك يا عبد الله. مسكين يا بنتي مسكين. امسكها معايا. يلا يلا. ريتال هي اللي اتصلت وجالت. وجالت المستشفى؟ معرفش، انا قلت اجي اقول لك عشان نشوف هنعمل ايه. خلي السواق يجهز العربيه. يا سيد سيد فندم. جهز العربية. حاضر. بسم الله ما شاء الله. والله العظيم خايلة عليك العظيم. مش كده والنبي؟ انت بيه كبير، كان لازم تبقى بيه من البهوات اللي بنشوفهم في التلفزيون. حياتك لا يحصل. بقول لك ايه، انا كنت عايزة حاجة كده. قولي. عينيا. فلوس. انا ما بحبش الكلمة دي خالص، بتضايق منها. ليه؟ هو انا قلت حاجة عيب؟ عيب؟ يا ريت تطلبي حاجة عيب، ده أنا أحبك أكتر. أصل أنا يعني إيه؟ كنت عايزة أبعت دلال تجيب لي كم طقم كده من المركز. طقم؟ طقم إيه؟ لا مش لازم تعرف، لما اجيبهم هقول لك. حاجه يعني لزوم العيب؟ ابو العيب كله. طب لما نشوف. بس على الله يطلع اي كلام. تسلم يا حسن. وابقي خليكي في الغوامق يا حسن. حسن انت هتسمع كلام بنت كريمه؟ لازم اطمن بنفسي. اطمن بالتلفون. هكلمهم وانا في الطريق. انت مصدق؟ هي لقيت الحكايه الاولانيه ما جابتش نتيجه، بتشوف طريقه تانيه. ما بقى عملت اللي عليا. لو هو عيان صح كانت هي اللي اتكلمت وكانت عملتها ليله، لكن خلت بنتها اللي تتكلم علشان تحنن قلبك وتروح على ملا وشك. جبريه حل عن نفوخي. هروح معاك. لا هروح معاك عاد. ادخل. صح اللي بيقوله حسن ده؟ عبد الله عيانه في المستشفى؟ يا الله، جريحة حرمة منك ليه؟ أنا جاهزة، حاجة معاك يا عبد الحكيم. وأنا قلت لا، ما تهوجيش. لعبة. لعبة بتلعبها بنت الكلاف، لو إيه؟ بتخلي بنتها العايجة تكلم حسن. عشان تفتح سكة وياه. قصدك ايه؟ مش فاهمة يا جبري. بتخلي بنتها تفتح سكة مع ولدي، ما يعرفها عبيط وبتهبل على اي واحدة يشوفها. خايب ولدي وانا حافظاه. يعني عبد الله مش عيان ولا حاجة؟ لا مش عيان. هي لقيت حكاية الدين ما جابتش نتيجة، قالت نقلب الليلة عيان وبيموت وعبد الحكيم يجري على ملا وشه، وإن ما نفعش أهي بنتها كلمت حسن وحيروح لها جري. وحتسيبيه إياك؟ هسيبه.
مالهاش عندي غير قبر مفتوح ادفنها فيه بالحياة، ولا ان بنت من بناتها تاخد عيل من عيالي. كفاية نادية. طب يلا عشان عبد الحكيم ما يستعوجناش، غيري خلاجاتك وانا هسبقك على تحت. ولا تضايق نفسك. زهقت، زهقت يا فريدة. انت اللي عامل في نفسك كده. قولي لي اعمل ايه؟ سيبك من اللي بيحصل واشتري دماغك وحياتك. انت الدنيا صغيرة والعمر مش طويل، يبقى ليه نعيش نهرج ده على الفاضي؟ دور على اللي يريحك وخليك جاره. عشان كده انا جيت لك، وانا عارفه متاكده انك جاي. عارفه انت مش عارفه اي حاجه، انت عارفه الناس بالبلد كلها ما بتحبكيش. وماله، اهل البلد بيكرهوني عشان انا قويه، بيقولوا ان عيني يتدبي فيها رصاصه، وحريم البلد بيقولوا عني فالتة وحبلي سايب. بس هما بيقولوا كده عشان مش عارفين يبقوا زي، بيقولوا كده عشان مفيش واحدة فيهم اتجرأت وقالت لا عشان حاجة مش عايزاها. وانت كمان اهل البلد بيكرهوك عشان غيرانين منك، مش عارفين يبقوا زيك، مال وحسب ونسب. والحريم بتبص لك في الرايحة والجاي. تعرف ايه؟ أنا لما أقعد جارك قلبي بيستريح. عشان تعرف لما بقول لك خليك جاري وجنبي تبقى تسمع الكلام. عايز اقول لك عن حاجه. قول. انا كان نفسي من زمان اعيش في مصر. وحياتك وانا كان نفسي افتح شركه كبيره قوي. الدنيا هناك واسعه. ده كان حلمي من ايام ما كنت في الجامعه. وايه اللي خلاك ما تعملهاش؟ أبويا. عبد الحكيم ولا جبرية؟ لا، عبد الحكيم. تبقى مش عارف حاجة، جبرية هي اللي عايزاك جارها وأبوك بيوافقها عشان يشتري دماغه. اسمع مني اللي بقولك عليه. يا ده انت جارية البيت قوي. الحريم تخرب البيوت وتعطل المراكب السايرة، دماغهم فاضية مشغولة بحاجات هبلة لا بتودي ولا بتجيب. انت اللي بتقولي كده؟ هو انت فاكرني مرة فاضية ولا ايه؟ لا، انا دماغي ده بيوزن بلد. في ايه مالك؟ مش قلنا كل حاجة تبقى في الأصول؟ هترجع في كلامك ولا ايه؟ سامحيني بس حسيت انك قريبة مني. وماله؟ جرب زي ما انت عايز، بس بعد العقد والمأذون. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير. بص انا جاهزه اهو، يلا عشان ما نتاخرش. لا يلا عشان ما نتاخر، احنا لسه قدامنا وقت، ده الزياره كمان ساعتين. طب وماله، احنا نروح بدري نقعد قدام المستشفى عشان اول ما تفتح نخش على طول. يا ست الكل اطمني، انا مكلم الدكتور وقال لي ان الحاج بقى كويس خلاص، وبعدين اتنقل اوضته كمان. بتتكلم بجد؟ طب الحمد لله،
ألف حمد وألف شكر لك يا رب. صدق وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. أنت ست عسل. آه صحيح، ده أنا عايز أشتكي لك بقى. أنا بقالي فترة عمال أقول لشهد نفسي أشوف الست الوالدة، تقولي لأ مش دلوقتي، مع إني والله لو كنت شفتك من زمان ما كنتش بعدت عنك لحظة. معلش يا حبيبي، كل حاجة بأوان. نتكلم بجد بقى، بطل هزار. فعلاً اطمنت على عبد الله. والله العظيم زي الفل، وبعدين أنا أكدب على الدنيا كلها وما أكدبش عليكي. طب تعالى ناخد القهوة وبعدين نروح. اتفضل اتفضل استكمل. عزت طلع جدع. ما انا عارفه انه جدع. طب يا اختي بقى، عايزك تتبسطي قوي عشان شكله كده دخل قلب امك على الاخر. يس. قلتي لماما ان انتي كلمتي عمي؟ لا ما قلتش. طب وما قلتهاش ليه؟ عشان مش ناقصه عصبيه على الصبح، لما يبقى يجي عمي يبقى يقول لها هو. اه بس هي لازم تعرف على فكره، هتهبي فيكي. بقولك ايه؟ الاخ اللي بره ده هيفضل مشرف عندنا هنا كتير ولا ايه؟ وانتي مالك اصلا بالاخ اللي بره؟ يعني ايه انا مالي؟ حاسه لازقه كده. وبعدين يعني يعملي فيها المنقذ، هو على فكره ما عملش حاجه اكتر من اللي احنا كنا هنعملها. انت متضايقه منه كده ليه؟ نعم، وانا هتضايق منه ليه ان شاء الله؟ هو بس كده يعني انتهزها فرصه وعمال يدخل لامك ويتنحلح لها، الحاجات دي انا عارفاها كويس قوي. ما تحطهاش في دماغك. احط مين في دماغي يا زينب؟ هو انت بيخش عليك الحركات دي؟ عملي فيها المنقذ والحاجات دي، الحاجات دي كلها مفقوسه على فكره. ايه بقى؟ طمعان فينا مش كده؟ ريحي نفسك، اختك قالت له الحمد لله ان احنا فلسنا وبقينا على الحديده. يعني بقى لو كان عايز يخلع كان قفل تليفونه وخلع زي ناس تانيه، ولا ايه يا ريتال؟ حبيبتي علشان خاطري بلاش الحركات دي، مش وقتها خالص. الراجل كتر الف خيره وقف جنبنا في وقت محنه. وانا والله مش قصدي حاجه، انا بس يعني خايفه يكون بيعمل اي حاجه كده ولا كده، احنا مش فاهمين. لا ولا كده ولا كده، ريحي نفسك انت بس. الراجل بيبان بالموقف وهو واقف جنبنا، يبقى ايه نحترمه على الاقل. ماشي لما نشوف. طمنينك. لما دلال تقول لك طمن تبقى تطمن. فوزيه ليك، هتتجوزها يعني هتتجوزها. خلاص استبينا، قومي معانا توكل على الله. لا اهدى، انا قلت لها ان انت رايدها وطالبها وهي ايه وبتاع ايه يا دلال؟ بطل لك ليك ديت وخش في الموضوع دغري. اسمع مني، عشان تنول مرادك لازم تبقى هادي وراسي. ايه ما انا هادي هداوه قدامك اهوت وراس رساوه. ايه اللي قول لي يا دلال، هو صحيح كلام الناس ده اللي هيقولوا ان البت فوزيه راكبها جن مصور وهو اللي واقف حالها؟ لا مصور ولا مدور، هم بتوك في الحال اللي عاملين يقولوا عليها كده. انما ست الستات فوزيه قمر كمل. هي من ناحيه كمل فيا كمل، صحيح حلوه وفرعه وقمر، صحيح كبرت في السن شويه لكن ما يضرش. عارفه يا بنت يا دلال، لو الموضوع ده مشي والجوازه تمت، انا هرضيكي احسن مرضيه يا اجدع وليه في الدنيا ديت. اي والله العظيم. نعم يا عينيا. تراضيني ده ايه؟ لا، لما يكتب الكتاب فداني يكتب باسمي، ودلوك عايزه 50,000 جنيه ابشرق بيهم حالي. موافق يا ستي. ماشي يا دلال. فتحي اثبت مكانك، رايح على فين؟ راح اشوف حالي. راح تشوف ايه؟ حالك؟
حالك ده ايه يا ابو حال؟ ما انت قاعد واكل شارب نايم بتربي في لحم، مفيش طلوع. لا هطلع هطلع يا ام لسان طويل. ما هو انت لازم تفهمي يا حبيبه قلبي ان اي جوازه في الدنيا فيها الراجل وفيها الست. الراجل بقى لازم يطلع ويشوف شغله، والست بقى الحلوه الجميله اللي زي كده تستناه في البيت لما يرجع تشوف طلباته. وكفايه بقى عشان انا زهقت وطهقت منك. سلام. طيب يا فتحي، اما خليتك تقول حق برقبتي ما بقاش انا شمس. يا اختي سيبيه يشم هوا ياخد نفسه. رايحه فين يا بت؟ طالعه يا حبيبتي. طالعه بس المره دي مش راجعه واصل. لا يا حبيبتي مفيش طلوع. ايه مفيش طلوع الا لما يجي جوزك؟ ولا انت فاكراها يعني وكاله من غير بواب؟ لا ما البواب قدامها، بس انا ما بحبش اكلم البوابين ولا الخدامين. خدامين؟ مين دول الخدامين يا بنت الكلاف؟ الكلاف ده برقبتك انت وعيلتك كلها. اقول لك اطلعي، يمكن لما جوزك يجي وما يلاقيكيش الدم يضرب في نافوخه ويطلقك ويجيب ايه اللي تشيله وترمي. اللي تشيله وترمي. ضحكتيني يا شمس. يا بنت الحال من بعضه، لما تبقي تحبال انتي ابقى حبالانة. تقصد ايه يا نادية؟ اللي بيته من جزاز يا حبيبتي ما يحدفش الناس بالطول. بالك يا بنتي يا شمس، يوم ما تحبلي هرش الارض شربات. اعمليها انتي بس. تصدقي انك مش متربية ونكسر بايا بجد؟ انا نكسر بايا امال ايه؟ بس الدور والباقي عليك انتي. انتي مفكرة ان فتحي ده متجوزك عشان جمال خطوتك؟ عشان مال ابوكي، عشان العزب واللطيان. خليه بس يحس ان الحاج عبد الحكيم هيطرده من الجنة اللي متنغنغ فيها، وحياتك انتي هيجلعك زي الصرمة. انا صرمة يا بنت الصرمة يا حقودية يا سودة؟ خلي الحقد والغل يهري وينقد جواكي، خليه ياكلك يا ناديه يا بنت عبد السلام. يلا يا سعيد بس احنا اتاخرنا. يلا بس على مهلك، احنا لسه معانا وقتين. المشوار بعيد وبناخد وقت. اتعب لك كده نهار فرحك يا ربي باذن الله. الف بعد الشر على الغالي. طمنينا يا اختي، ان شاء الله اللي يكره وايه اللي حصل؟ هو كويس الحمد لله، الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. سلامتك يا عبد الله، أنت فين يا أخويا؟ هو فين عبد الله يا أختي؟ هو بخير. يا أهلا وسهلا، ألف خطوة عزيزة. هو مين اللي قال لكم أنا ما قلتش لحد؟ جرى إيه؟ جرى يا كريمة، كنتش عايزاها نعرف ولا إيه؟ يا أعوذ بالله، لا يا ساتر يا رب، إزاي بقى؟ يوه، مش أنت اللي قلت لبنتك رتال تكلمنا في التليفون؟ معلش يا اختي سامحيني، دماغي مش فيا مدوشه من اللي حصل. اتفضلوا. اهلا يا ست جبريه. اهلا يا ست فوزية. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عبد الحكيم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، نورتونا. ازيك يا عمتي؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ وانت كمان؟ عامل خير الحمد لله بخير. قولي لي يا اختي، هو في مستشفى ايه؟ ما تتفضلوا يا جماعه، هنقف على الباب. البيت بيتك يا سي عبد الحكيم، اتفضل اتفضل. طبعا بيتنا مش بيت اخونا. يا اهلا وسهلا، منورين. عاوزين نطمنوا عليه الاول وبعدين نرتاحوا. قوي هنطمن. خش يا حبيبي اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا خطوه عزيزه، يا الف خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. مش يا عز ساقع ولا سخن؟ لا نطمن على عبد الله اخوي الاول. لا من ناحيه الحاج، الحاج خلاص بقى زي الفل، اطمنه خالص. تمام. انا شغال مع الحاج، يعني زي ما تقول كده سكرتيره الخاص. يعني هو دلوقتي بخير؟ انا اطمنت عليه الصبح من الدكتور. والزياره ميته؟ يعني قدامنا ساعة كده. ما البنات فين؟ فوق يا اخويا فوق، هندههم لكم حالا حالا. يا ريت والله يا مرات عمي، دول وحشني قوي. قلت لي اسمك ايه؟ انا عزة يا فندم. طب تعالى معايا عزة، تعالى. اتفضل صاحبي. ايه؟ توحشتهم كيف يا وقت؟ تعرفوا ان انا عشان يتوحشوك. ايه يا جبرية؟ صلة رحم. كله بثوابه. من اللي قالك تكلمي عمك يا ست؟ قلت يجي يشوف اخوه في المستشفى. يا سلام، قلتي لي مالكيش كبير
ماشيه بدماغك كده؟ عادي يعني يا ماما، هو انا عملت ايه؟ هو ايه ده اللي عادي يا ريتال؟ انت مش عارفه ان عمك ومرات عمك هما السبب في اللي ابوكي فيه ده؟ انت ايه دماغك فيها ايه؟ انا عايزه افهم. مفيش حاجه، هو احنا مش عيله ولا ايه؟ انا قلت يجي يشوف اخوه ويسال عليه. انا عملت الصح يا ماما. يا سلام، الصح يا ماما، ما انت عارفه اللي فيها. هو لازم يجي يشوف اخوه يا ماما ويشوف هو عمل فيه ايه، ويعرف ان جوز العقارب هم السبب في اللي هو فيه، يمكن يفوق. انت دماغك دي ايه يا بنت؟ سم بس عاجبني تصدقي. ماما انا عارفه ومتاكده ان عمي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده. المشكله في جوز العقارب، هما السبب في كل حاجه، وعارفه ومتاكده كمان ان هما ما بيحبوكيش ولا بيتوقوا يسمعوا اسمك. بس احنا هنا عندهم مصالح، لينا فلوس كتير قوي، هنسيبها؟ نسيبها يبرطعوا فيها ونقف نتفرج عليهم كده عادي؟ مش هيحصل. انا عارفه هما كانوا جايين هنا يعملوا ايه. انا مش هبلع العبيطه يا ماما عشان اتصل بعمي عشان يجي يشوف بابا. احنا مش مستنيين منه حاجه، بالعكس انا كنت عايزاه يجي يقعد معانا نشوفنا ويشوفه. اصل زي عمي ده انا عارفاه كويس قوي، لازم يحس ان هو الكبير. عارفه لو حس عكس كده يتجنن ويقلب الدنيا وحواليها. خرب بيت عقلك، انا كنت تايه عنك فين يا بنت؟ الكلام الكبير قوي اللي في دماغك ده، قولي لي يا ريتال بتخططي لايه وبتفكري في ايه بالظبط؟ في ايه يا مرتال مالك؟ تحب اقول لك احنا لينا كام عندهم بالمليم؟ بس بس يا بت، ولا مليم ولا ملايين. يا نهار ابوك يا ابيض، قالوا انا اللي كنت فاكراك يا هبله وعبيطه وبتجري ورا الواد المعفن ده بوريالة. ده انت طلعتي مصيبة. بوريالة ايه يا ماما؟ ده مليونير، وبعدين الفلوس بتحب الفلوس. انا اللي كنت هاخده على حجري مش هو. ايه ده؟ انا زي ما كنتش واخده بالي منك. ده انت طلعتي بيت بميت راجل، انت خلاص هتبقي دراع اليمين. خيب الرجا بقى يا ماما اللي انت بتقولي عنه ده. كان فاكر نفسه ان هو هيقدر يتحكم فيا، او يعني يقدر يزود استثماراته على حسابي. عبيط، ما كانش عارف هو بيتعامل مع مين. وحياتك انت، وحياتك انت يا كريمه لا خليه يقول جاي. اما ابن الكلب بقى اللي لهف فلوسنا ده ونصب علينا، هيجي وهخليه يسف في التراب. لا استني عليا شويه بقى وفهميني ناويه تعملي ايه بالظبط. احنا ننزل دلوقتي نرحب بعمي ونقوم معاه بالواجب ونقول له انت النجده اللي جات لنا من السما، واحنا ما نقدرش نستغنى عنك، ونخليه يحس كده ان هو لو اتهزت كرامته يتجنن. يا بنت الشياطين. بقول لك ايه، سيبك بقى من شهد وزينب، دول مش فاهمين اي حاجه. طب بقول لك انت ايه بقى يا حبيبتي، يلا ننزل نرحب بيهم ونعمل معاهم الواجب والصح. مش يا كراميل. ده انت اللي كراميل. يلا. عيني يا عيني، شايفه العز اللي كريمه عايشه فيه وتقول لك فلسنا؟ ده القصر ده بحق الارض اللي عندنا كلها. انتي هتقولي لي، ما انا عارفه كريمه وكهنها وقلبها الاسود. اقعد ياما شويه، رجلك هتوجعك من الوقفه. لكش صالح انت. وادي حسن، تعالى ما اقول لك. نعم يا عمتي. ما تعرفش يا واد متر الارض في المنطقه دي يجيب كام؟ في المنطقه دي؟ ايوه. لا ما عنديش فكره والله. ما عندكش فكره؟ اه. ولا مش عايز تقول؟ ما انت عامل زي ابوك. من غير ما تسال، شكله غالي قوي قوي. عمتي وحشتيني قوي قوي، شفت اللي حصل؟ تزعليش يا اختي، بكره يطيب ويبقى زي الحصان.
يسمع من بقك ربنا يا مرات عمي. ادعي له بس انت. بدعي له يا حبيبتي، بدعي له من قلبي ربنا العالم. والله يا عمتي لما تعب اول واحده سال عليها انت. انا؟ اه والله. بيني وبينك يعني كان بيقول ان هو مزعلك وان هو خايف يحصل له حاجه يعني وانت زعلانه منه. اه مزعلني وقلبي غضبان عليه. انا صريحه وبقول اللي في قلبي. خلاص يا فوزية مش وقته الكلام ده. انا قلت كده برضو يا مرات عمي، عشان كده قلت اتصل بيكم تيجوا تطمنوا عليه يعني عشان لو حصل حاجه يبقى ميت وهو مستريح. تفي من خشمك يا ريتال. معلش يا حسن ما كنتش بالي منك خالص. ازيك؟ انا كويس ولا يهمك، انا مقدر اللي انت فيه. كملي كملي ان شاء الله هيبقى كويس يا اخويا. لا يا حميتي ما تجيش تسالي علينا، ما تجيش تسالي علينا الا في المصايب. بنبقى نفسنا نشوفك تيجي تقعدي معانا وتطمني علينا. بصريح العبارك ده امك هي السبب. يا فوزية اكتمي اقول لها مش وقته يا بنت. امال فين شادي وزينب؟ شكلهم كده مش عايزين يسلموا علينا. ليه بس يا مرات عمي؟ ابدا والله، ماما طلعت تنادلهم ونازلين دلوقتي. يلا خشي يا بنات سلموا ورحبوا باهلكم. اهلا اهلا. ازيك يا عمتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتينا. ازيك يا عمتي عامله ايه؟ ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حسن وحشتينا. تمام اخبارك يا حبيبتي؟ تمام زي الفل. ازيك يا حسن عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اهلا بيكي. امال عبد الحكيم فين؟ دخل المكتب مع السكرتير ده. اه طبعا اذنه. ما شاء الله الفيلا جميله وفيها جنينه كمان. ما تيجي يا ريتال تفرجيني الجنينه. ماشي حسن تعال. اتفضل. نورت يا مرات عمي. عيش يا حبيبتي. نورت يا عمتي. شكرا يا حبيبتي. شوفي الجنينه. منورين. انا ما خبرش تقصدي. اعذرني يا حاج انا مش هينفع اقول لسعادتك اي حاجه الا لما الحاج عبد الله يبلغني. اسرار يعني. انا اخوه الكبير. طبعا يا حاج وعلى دماغي، بس انت يعني لازم تقدر موقفي. ازيك يا عمي عامل ايه؟ والله العظيم منور الدنيا. اهلا يا شاهد. وحشنا قوي يا عمي. اهلا يا بنتي. بقولك يا عمي احنا يا دوبك بقى نروح لبابا. اهي يا دوبك. يلا يا بنتي يلا. اتفضل يا حاج.